مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. وفي البدايه طبعا نوجه التهنئه لكل الساده المشاهدين في كل مكان داخل وخارج مصر بمناسبه عام 2019 اللي هيبدا ان شاء الله خلال ساعات قليله. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله العام ده يبقى افضل علينا، على مصر والمصريين وعلى الامه العربيه والاسلاميه، وعلى ايضا مستوى علاقتنا بكل المجتمعات وبكل دول العالم ان شاء الله. ويشهد هذا العام خطوات وانجازات في شتى المجالات، وطبعا اهتمامنا دائما ابدا ايضا بمجال الرياضه وكره القدم، ويكون عام افضل على الرياضه المصريه وكره القدم المصريه، فضلا عن امنيات وطموحات المصريين ان شاء الله في شتى الاتجاهات والمجالات. ان هذا العام يشهد الكثير من الخطوات المستهدف انجازها في الفتره الجايه، وانها تجري على اكمل وجه باذن الله. خلونا نتكلم في البداية عن أنه بنستقبل إن شاء الله عام 2019، وبنختتم عام ونودع عام 2018 بعدد من الأخبار السعيدة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة لأعضاء النادي الأهلي والمسؤولين وكل محبي وجماهير النادي الأهلي وفريق الكرة في النادي الأهلي في كل مكان على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. عندنا طبعا أخبار رئيسية في الفترة اللي فاتت، أعتقد أنها سارة جدا بالنسبة لكل الناس وكل محبي هذا الكيان العريق. عودة الكابتن محمود الخطيب بسلامة الله، واستئناف نشاطه وعمله مع مجلس الإدارة ومتابعة ملفات كرة القدم وتطوير ودعم قطاع كرة القدم، فضلا عن الصفقات الجديدة اللي إن شاء الله تكون إضافة كبيرة جدا لفرص الفريق ومساره على المستويات أيضا أو على المستويين المحلي والدولي. طبعا ده كان خبر مهم، لان الكثير من الامور حتى في اتصال سابق كان اكد الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره انه بطبيعه الحال كان في بعض الامور التي لا يمكن ان تحسم الا بوجود القوه مكتمله لمجلس الاداره وفي مقدمتها رئيس المجلس كابتن محمود الخطيب. فوجوده وعودته من رحلته العلاجيه بسلامه الله ده بيكمل طبعا كيان هذا المجلس، وقيادته تكون موجوده ويقدروا ينسقوا مع بعض ويتخذوا القرارات والرؤى الخاصه بالفتره الجايه على اكمل وجه ان شاء الله، سواء بنتكلم على مستوى التطوير في قطاعات الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم، أو على مستوى أيضا التطوير في الإنشاءات والخدمات وكل ما يجري العمل عليه، وكل ما أعلن منذ بدء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس إدارة النادي في الفترة اللي فاتت، وكانت تحت العنوان الرئيسي والعنوان العريض وهو عائلة الأهلي، والمستهدف منها تطوير في النادي الأهلي وكافة أفرع النادي الأهلي في شتى المجالات. الأمر الثاني أيضا الصفقات اللي أشرنا إليها منذ قليل، وأعتقد أنها بتنال رضا جماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، وأنها تكون نقلة كبيرة جدا. وهنتكلم خلال استعراضنا للأخبار بعد قليل مع حضراتكم عن وجود نجوم من العيار الثقيل والصفقات الجديدة اللي بدأت تتوافد على النادي وتشارك في التدريبات، فضلا عن أنه كان المران الأول اليوم اللي بيستأنف بيه أو بيبدأ بيه رسميا عمله لاسارتي المدير الفني القادم من أوروغواي لإدارة الأمور فنيا في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، والصفقات اللي تمت في الفترة اللي فاتت وأيضا لحضراتكم متابعينه واللي فيه اجتهادات إعلامية بشأنه، ولكن بنعلنه في موعده وفي حينه عندما تنتهي أيضا الصفقات المقبلة، لأن النادي الأهلي لم يكتفي بالصفقات اللي تم إنجازها أو الاتفاق عليها بالفعل، بل يفاوض من أجل المزيد من الإضافات القوية والمتميزة اللي ممكن تكمل صفوف الفريق وتعطي أفضلية وأيضا أريحية للجهاز الفني في الاختيارات المتاحة أمامه في ارتباطاته المتعددة، سواء على مستوى الدوري أو البطولة الأفريقية أو كل ارتباطاته القادمة إن شاء الله محليا ودوليا. وأمر من أفضل الأمور اللي حدثت واللي بنودع بيها ونختتم بيها عام 2018، عندما قال القضاء كلمته بشأن موقف النادي الأهلي وصحة موقف النادي الأهلي والشكل المؤسسي اللي بيدار بيه النادي الأهلي دائما أبدا في كل معاملاته المالية ومخاطباته ومكاتباته مع الجهات الرسمية في مصر وكل الجهات المعنية بمتابعة نشاط الأندية إداريا وماليا. كل ده اللي بيؤكده القضاء صحة ووضوح وشفافية ودقة موقف النادي الأهلي ومجلس إدارته في التعامل مع كافة الملفات، حتى ما يتعلق بأي نوع من أنواع الدعم المادي أو التمويل للرياضة أو للنشاط أو للخدمات أو أي نوع من التمويل ممكن يتلقى النادي الأهلي من أي واحد من الرعاة أو أي كيان أو أي فرد لديه نوايا ليكون من رعاة النادي الأهلي أو ليكون من المحبين والداعمين للنادي. الأمور دي بتاخد شكل أعلن عنه سابقا مرارا وتكرارا الكابتن محمود الخطيب، ولا يخرج مجلس الإدارة حالي أبدا عن الإطار المتعارف عليه والشكل المؤسسي في إدارة الأمور والخطوات اللي بيكون حريص جدا على إطلاع كل الجهات المعنية بالإطلاع عليها قبل إتمامها. وده أمر طبعا حسم القضاء وأمر يسعدنا ويرد على كل عمليات المزايدة بشكل أو آخر على النادي الأهلي من أي شخص من الأشخاص.
هنبدا مع حضراتكم ونستعرض فقرات هذه الحلقه. بسعد بصحبه حضراتكم. ايضا هيكون معانا النهارده في الاهلي ليله زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي، هيكون معاه اكتر من لقاء مهم. لقاءنا الاول هيكون مع رئيس اتحاد الكره المصري الاسبق اللواء حرب الدهشوري، وهنتكلم معاه عن فرص مصر في استضافه نهائيات كاس الامم الافريقيه ورؤيته لمستوى المنافسه في الدوري الممتاز والبنيه التحتيه الرياضيه والملاعب والاستادات في مصر ومدى جاهزيتها او احتياجها للمزيد من الامور والتطوير في الفتره اللي جايه. وبعد نهايه هذا اللقاء هيكون في اكتر من لقاء متميز لزميلي خالد العوضي مع المهندسه امل مبده رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الاعاقات الذهنيه، ثم ايضا بيستقبل خالد العوضي فريق التنس الارضي في النادي الاهلي والفائز ببطوله الدوري ويحتفل بفوزهم بهذه البطوله. وبتتوالى البطولات الفتره اللي فاتت، فزنا منذ ايام قليله فريق كره السله في النادي الاهلي الفريق الاول وفريق المرتبط فازوا ببطوله الدوري المرتبط، وايضا تتوالى البطولات وتدخل مزيد من الالقاب والبطولات الى النادي الاهلي اللي ده اعتدنا عليه دائما ابدا وانه الاكثر حظا للبطولات والالقاب على كافه المستويات مش بس على مستوى كره القدم. وعشان كده هيكون في طبعا حوار خاص جدا بيجري خالد العوضي مع نجوم النادي الاهلي نجوم التنس بعد الفوز ببطوله الدوري. هنتكلم عن فريق الكره، في استعدادات كثيره جدا وفي اجتماع خاص عقده لاسارتي المدير الفني قبل بدء المران اليوم للوقوف على كل التفاصيل او عرض كل التفاصيل الفنيه الخاصه برؤيته الفنيه للفتره الجايه. هنرجع نستكمل عرض الاخبار واستعرضنا الاخبار مع حضراتكم، لكن خلونا نبدا بالاستماع الى تفاصيل كثيره من كواليس التدريب ومتابعه زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من داخل النادي ومتابعته لمران الفريق اليوم. مساء الخير يا شريف واهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وعام سعيد، عام جديد، عام سعيد على كل الاهلاويه باذن الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب وكل مصر بخير والنادي الاهلي والاهلاويه بخير دائما ابدا ان شاء الله. خلينا نسمع منك تفاصيل من خلال متابعتك لتدريبات الفريق اليوم واهم الامور اللي لفتت انتباهك وعايز تتوقف او تعرضها على الساده المشاهدين. خليني اقول لك ان النهارده كان التمرين الساعه الرابعه عصرا، يمكن الجهاز الفني كان موجود من بدري جدا، يمكن حوالي الساعه واحدة ظهرا، يمكن قبل كده كمان كان حريص ينزل ارض الملعب هو وجهازه، يخش غرف اللبس، يشوف الاستشفاء، مكان الاستشفاء، يشوف الجيم، يشوف كل كبيره وصغيره تخص فريق كره القدم. حرص في اجتماع مع الجهاز الفني، طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، كل الجهاز، كابتن طارق سليمان، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري بالكامل، عقد جلسات كثيره جدا. يمكن الساعه 4 الا ثلث كان نزل ارض الملعب ومعاه باقي الجهاز، قعدوا حوالي ثلث ساعه مجتمعين في ارض الملعب. الساعه 4 عصرا كان في نزول اللاعبين، عمل اجتماع حوالي معاهم 5 دقائق، اتكلم فيها عن ان كل ليه فرص التواجد في الفتره القادمه، ان هيتابع كل لعيب، وبدا بالفعل يتابع من فتره كل لعيب، وعنده تكوين شخصي كده لكل لعيب، مش هيظلم حد. اللي هيجتهد في التدريبات هيكون ليه تواجد في التشكيله الرئيسيه، ايا كان مستواه، ايا كان سنه، ايا كان اسمه، مش هيلتفت لكل ده، هيلتفت الى الملعب، الى التدريب. هو هنا عايز يوجد حافز وحاله من التنافس بين كل نجوم الفريق في الفتره الجايه. مظبوط، وبالفعل يمكن الجلسات اللي بدات سريعا، يمكن نشرت مع الكابتن عبد الحفيظ يمكن 5 دقائق لوحديهم بيتكلموا، بعد كده هو الكابتن عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف مع رمضان صبحي الوافد الجديد اللي كان النهارده لظهور الاول في النادي الاهلي، يمكن المعجبين حدث ولا حرج. التمرينه كان ليها شكل خاص النهارده، الكل كان بيتهافت على اخذ الصوره سيلفي مع رمضان صبحي النجم المحترف طبعا اللي كان موجود النهارده في التمرين وتالق بشده كبيره. يمكن كان في جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف معاه استمرت يمكن حوالي 5 دقائق، بعد كده لسارتي احد برضه اتكلم معاه، اجتماع مع لسارتي كان حريص يقعد مع محمد هاني في الملعب حوالي 3 دقائق، مع وليد سليمان. يمكن الراجل بادئ بدري قوي، الراجل شكله لم فعلا او بدا يستكشف كل لعيب، بدا يعرف حاله دوت، بدا يعرف مين راجع، بدا يعرف مين في المنتخب، مين يعني شكل الراجل عن تكوين لكل لاعب. طيب احنا عارفين معلش شريف طبعا في نقاط معينه بس يعني هسالك عنها خلال استماعنا لكل ما تابعته واهم ملاحظاتك عن التدريب اليوم. طبعا احنا متعارف دائما ابدا على مدى جديه نجوم ولاعبي النادي الاهلي في تدريباتهم وفي مبارياتهم بشكل عام محليا ودوليا، لكن هل لاحظت وجود كمان يعني
تركيز بدرجة خاصة أو يعني اهتمام بدرجة مختلفة حتى عن التدريبات السابقة، بأن ده أول وجود رسمي للمدير الفني لاسارتي في الملعب، وشفت ده منعكس على الحالة الذهنية والفنية والبدنية ومحاولة اللاعبين تقديم نفسهم في تدريبه الأول وتولي التدريب لأول مرة رسميا في الملعب بشكل خاص؟ بص استاذ محمد، انا هقول لك يعني ايه عنوان دقه ساعه العمل. الكل في ملعب اليوم مختار التتش، الكل بيتسابق على نيل صيغه الراجل. الكل كانت تقسيمه صغيره في اخر التمرين، مش عاوز اقول لك يعني التقسيمه شهدت تالق جميع اللاعبين. الكل يمكن انا اتكلم عن الجداد، رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد محمود، تألق لافت للنظر. اللاعب الانجولي تألق لافت للنظر. اللعيبه بقى القدامى، كل اللاعبين شاركوا بكل قوه بكل حماس، كل عاوز يلفت النظر للراجل. الراجل كان متحمس جدا، كان معجب جدا بشكل اللاعبين، بالاصرار اللي عند اللاعبين. الكل بيحاول في تمرين اليوم ان يلفت نظر المدير الفني ليه. وبالفعل انا لو مكان الراجل هحتار الفتره القادمه مين اللي ممكن يلعب ومين ممكن ما يلعبش، لان فعلا الجاهزيه هتكون كبيره جدا ووفره كبيره. الملعب النهارده كان زحمه كتير جدا، لعيبه كتيره جدا موجوده في الملعب، كل عاوز يثبت للراجل ان هو جدير، ان الراجل يحط ثقته في المرحله المقبله. طب هل على مستوى الجهاز الفني كمان دارت جلسات حوار وعمل خلال الايام اللي فاتت، اللي هي بتعتبر المرحله التحضيريه قبل ما يبدا مهام عمله لاسارتي رسميا اليوم، هل لاحظت انه في درجه كافيه من التناغم والانسجام والتنسيق بين كل عناصر الجهاز الفني اللي كان قائم بالمهمه في الفتره اللي فاتت مع دخول لاسارتي ومساعديه القادمين معاه بدءا من تدريب اليوم؟ يجب الاول ان اشكر الكابتن محمد يوسف على يعني تحمله الفتره السابقه، ما من النقد من كل حاجه. الراجل اشتغل واجتهد، النهارده انسجام واضح مع الراجل، النهارده بيساعد الراجل في كل كبيره وصغيره، بيتكلم مع الراجل في كل حاجه. يعني شكل الكابتن محمد يوسف فعلا ابناء النادي الاهلي خلف كل واحد يجي يخدم النادي الاهلي. النهارده جهاز كابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الكابتن سيد حفيظ، تحس ان في انسجام، تحس ان في تناغم. الكل بيتسابق ان الراجل ده ينجح، كلهم سبورت للراجل عشان ينجح، كلهم في داره عشان ينجح. بدايه التمرين الراجل مدرب الاحمال موجود عشان اللعيبه اللي شاركت امبارح في مباراه الداخليه، يمكن تمرينات بدنيه، يمكن المدرسه مختلفه شويه، التمرين مختلف شويه عن ليندمان، او يعني كل هي مدارس بس في الاخر بيبقى نتيجه التمرين واحد، بس شكل التمرين البدني مختلف نوعا ما. يمكن لاحظت يمكن اللعيب في حاجات جديده بيعملوها في التمرين ده. اللعيبه اللي شاركت امبارح، اللعيبه اللي ما شاركتش كان في تدريب بدني قوي وفي تدريبات ضغط بالكره. يمكن الراجل بيمتاز او بيحب شكله كده من النظره الاولى، يبقى في مساحات ضيقه جدا، التسلم والاستلام مع الضغط يمكن قرارها كتير جدا في بشكل اكبر، بشكل ضيق صغير. وختم تمرينته بتدريب للكره بتقسيمه برضه صغيره، التسلم والاستلام كانت تحت ضغط. الراجل باين من عليه من المرحله الاولى عاوز التمرير يطلع سليم، عاوز لو في ضغط على النادي الاهلي يبقى في استلام وتسلم صحيح، عاوز يبقى في تصويب جامد على المرمى، لان كان تعمل فقره مخصوصه في نهايه التمرين، التصويب على المرمى، وتالق فيها رمضان صبحي، تالق فيها عمرو بركات، تالق فيها لعيبه كتير. الراجل مش سايب حاجه الا لما اشتغل عليها النهارده. على الجانب الاخر الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس، يمكن عمل جلسه طويله جدا مع شريف اكرامي في نهايه المران، حوالي ربع ساعه اتكلم فيها مع شريف النهارده عشان شارك امبارح في مباراه امس، ومصطفى شوبير شارك ايضا في مباراه الشباب امس، يمكن اكتفوا باللفه حول الملعب وتدريبات بدنيه فقط. يمكن على الجانب الاخر الشناوي على لطفي تمرينه قويه جدا مع الكابتن طارق سليمان، والاثنين تالقوا فيها بشده، تاهيل مستمر رامي ربيعه، محمد نجيب، صلاح محسن، سعد سمير. كان ليا جلسه مع الدكتور خالد محمود وسالته باستفاضه عن حاله رامي ربيعه، عن حاله محمد نجيب، قال لي باذن الله قلم اسبوع هيكونوا موجودين في الملعب. طيب صلاح محسن، سعد سمير، باذن الله يعني اسبوعين بكتير جدا. النهارده احنا كمان عندنا خبر مزعج شويه، ان نجمنا احمد فتحي هيغيب ما يقرب من 6 اسابيع بعد اصابته بتمزق في العضله الاماميه. تمام، كان انا كنت حريص اقعد مع الدكتور خالد محمود عشان اساله بالتحديد على احمد فتحي. طبعا هو قال لي 6 اسابيع، ان لم يكن 7 اسابيع كمان، تمزق في العضله الاماميه، نفس تجدد نفس الاصابه
تاني سالته عن اسباب، الراجل قال لك احنا بنجتهد وبنشتغل وبنرجع اللعيب سليم. احمد فتحي من نوعيه اللاعبين المقاتلين، احمد فتحي لو عنده حاس ان ممكن عنده يعني شد بسيط او وجع بسيط بيدوس عليها وبيلعب وبيخش فايتر قوي، فهو دوت القوه بتاعته هي اللي بتخلي ممكن الاصابه تتجدد. كان محتاج هو يهدى على نفسه شويه. فتحي قلب الاسد زي ما بيقول لي، قال لي احمد فتحي عنده قلب فبيخش بكل قوه، فهو ده ما بيخافش على نفسه، فعشان كده الاصابه 100%. الجديد الثاني بيقول لي هيشتغل عليه الفتره المقبله باذن الله، هيكون يعني طبعا اصابه طويله، الاهلي في احتياج لكل ولاد، ولكن الموجود محمد هاني، موجود باسم، موجود كريم نيدفيد، فلا المكان باذن الله ما فيهوش مشكله خالص. يمكن زي ما قلت لك اللعيبه اللي شاركت بالامس كان ليهم تدريبات خاصه علشان تدريبات طبعا بدنيه خفيفه، وبعد كده تدريبات جيم، وبعد كده استشفى نزلوا في الثلج عشان الريكفرنج. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين. بشكرك شكرا جزيلا لك زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي على متابعتك لتدريبات اليوم وأبرز الأمور اللي طبعا توقفت عندها ملاحظات على هذا التدريب والأمور اللافتة للنظر مع بدء العمل رسميا اليوم والمهمة اللي بيبدأها اليوم من داخل الملعب لسارتي وجهازه المعاون. طبعا خبر إصابة نجمنا أحمد فتحي بالتأكيد من الأوراق المؤثرة جدا في الفريق وغيابه أيضا مؤثر، لكن بنتكلم عن صفقات ودعم للفريق وتجهيز لكل العناصر بأفضل شكل فنيا وبدنيا عشان تبقى فيه دايما الوفرة اللي بنقول إنها محتاجها فريق بحجم النادي الأهلي وتاريخه وبطولاته وطموحاته في الفترة الجاية، حتى لا نجد نفسنا في أي مأزق فني في أي مباراة من المباريات. وبالتأكيد كمان رغم اننا فقدنا نقطتين كمان في سباق الدوري بالامس بعد التعادل مع الداخلية فقدنا نقطتين، حتى لو بحسابات المباراة كان ايضا المنافس بيأدي بقوة وتفوق علينا في اغلب فترات المباراة او كان له السبق بانه كان متقدم 2-1، لكن طبعا خبرات النادي الاهلي ونجومه ولاعبيه قدروا يصلوا الى التعادل، رغم ان ده طبعا مش الهدف ومش مرضي بالنسبة لنا. دائما ابدا بنخوض اي مباراة محلية او دولية بحثا عن نقاط المباراة او عن الفوز كهدف وحيد للنجوم الفريق ولاعبيه، وان شاء الله عندنا الخبرات وعندنا التعاقدات والصفقات الجديده اللي هتقدر تعوض فارق النقاط وتعيدنا بقوه الى سباق الصداره والمنافسه بقوه على لقب الدوري الممتاز، ونستكمل بقوه ان شاء الله مشوارنا في البطوله الافريقيه. وزي ما احنا شايفين وسمعنا من زميلنا شريف شعبان، وده اللي قلنا لحضراتكم في البدايه وقت بدايه الاعلان عن التعاقد مع لاسارتي، انه معروف عنه قوه تدريباته البدنيه مع كل الفرق اللي تولى تدريبها، وانه هيهتم جدا بالشغل البدني وتحركات اللاعبين بخلاف طبعا خبراته أو التركيز على الجوانب الفنية اللي بتكون في شخصية مختلفة فيها لكل مدير فني. هنستعرض الأخبار سريعا مع حضراتكم. طبعا خبر أحمد فتحي احنا تابعناه والحديث اللي دار مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق واللي بيقول انه من 6 لـ7 أسابيع ان شاء الله فترة علاجه. لاسارتي بيجتمع مع اللاعبين والتركيز على عرض او التركيز على شرح وجهة نظره الفنية وانه يضع اللاعبين في حالة تنافسية قوية جدا ويخلي في حافز ان الكل يمكن ان يجد فرصته مع الفريق في الفترة الجاية، وان الاداء في التدريبات وفي المباريات هو الفيصل في اختيار العناصر اللي موجودة، لان ده طبعا هيكون تحدي كمان امام الجهاز الفني، لان هيكون قدامه عدد كبير جدا من النجوم واللاعبين المتميزين في الفتره الجايه، انضمام عناصر متميزه، وشفنا الاسماء كمان اللي تم استعراضها اللي بتشارك لاول مره في التدريبات من النجوم الجدد، واخرهم طبعا الاعاره لمده 6 أشهر وانضمام النجم المؤثر طبعا وصاحب المهارات الخاصه جدا رمضان صبحي، اللي اعتقد انه هيكون من اهم الاوراق الرابحه للفريق في الفتره القادمه. وطبعا ده كان انضمام رمضان ومحمد محمود للتدريبات، وان شاء الله يكونوا اضافه كبيره للفريق مع باقي النجوم اللي تم التعاقد معاهم والاسماء الجاري التفاوض معها كمان في هذه المرحله لانضمامها للفريق. وسيباستيان بيقود ميران الاساسيين في الاهلي، قاد سيباستيان مدرب فريق الاهلي لكره القدم ميران مجموعه اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا امس في مباراه الداخليه على ملعب بترو سبورت واللي انتهت بالتعادل 2-2. وأيضا مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور، أعلنت لجنة المسابقات هذا القرار بشكل نهائي. الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة المسابقات في الاتحاد قررت إقامة مباراة بيراميدز والأهلي المؤجلة من الجولة الثامنة في مسابقة الدوري الممتاز في 6 من مساء يوم 4 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي وبدون جمهور. وقالت اللجنة أيضا أنه تقرر إقامة مباراة المصري مع بيراميدز المؤجلة من الجولة 13 في 7:30 مساء 8 يناير على استاد الإسماعيلية بدلا من إقامتها في 3 مساء. عندنا كمان اجتماعات لمتابعة التطوير والعمل وأيضا احتفالات رأس السنة اللي بتبدأ طبعا خلال ساعات إن شاء الله.
الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي عقد اجتماع مهم لعرض الكثير ومناقشه الكثير من التفاصيل الخاصه باداره العمل وبالاطلاع على كل ما يتم العمل عليه وانجازه في الافرع المختلفه للنادي الاهلي. ضم هذا الاجتماع طبعا الكابتن محمد مرجان كان بيقود هذا الاجتماع ومعاه كل من اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر واللواء محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد وأيضا مساعديهم أو نواب طبعا مديري الفروع المختلفة. وناقش الكابتن مرجان مع مساعديه خطة احتفالات رأس السنة بجانب العمل والإنشاءات والتطوير في الخدمات وفقا لخطة النادي الأهلي وبرنامج عائلة الأهلي. واحنا طبعا شايفين صور ولقطات من هذا الاجتماع اللي طبعا بيتابع عملية التطوير اللي بتتم خلال هذه المرحلة على مستوى الخدمات والإنشاءات وعلى مستوى أيضا النشاط الرياضي بشكل عام في النادي الأهلي. دي كانت أهم وأبرز الأخبار الموجودة معانا النهاردة في بداية حلقتنا في بداية هذا اللقاء مع الأهلي الليلة. وبعد قليل احنا فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستقبال ضيفنا في فقرتنا الأولى فقرتنا الحوارية الأولى اليوم مع اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله ونبدا الان هذا الحوار عن كره القدم وفرص مصر في استضافه نهائيات كاس الامم الافريقيه القادمه وكل ما يتعلق بمستوى مسابقه الدوري العام او تطوير امور كره القدم في مصر بشكل عام وابرز العقبات او المعوقات اللي بتواجه تطوير النشاط الكروي والوصول الى الدرجه اللي بنتمنى ان نصل اليها الاشبه بالدوريات الاكثر احترافيه في العالم وصناعه كره قدم ناجحه اداريا وتسويقيا وماليا في مصر. ده اللي بنستهدف الوصول اليه في الفتره القادمه ان شاء الله. برحب في بدايه هذا الحوار بضيفنا في استوديو الاهلي الليله سياده اللواء حرب الدهشوري الرئيس الاسبق للاتحاد المصري لكره القدم. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب وسعداء بوجودك معنا. انا سعيد بوجودي معاك قوي. سياده اللواء بدايه كيف ترى فرص مصر في الحصول على استضافه وتنظيم كاس الامم او نهائيات كاس الامم الافريقيه القادمه؟ هو احنا نقول انه لما نحط مصر بمقام من المقامات الثانيه الافريقيه يعني كلنا رحنا شفنا الملاعب بتاع البلاد الافريقيه والبلاد حتى البلاد الافريقيه العربيه يعني مصر بحس انها قياده كبيره جدا وامكانياتها والبنيه الاساسيه بتاعه الملاعب غير عاديه. لما قدمنا في كاس العالم اللي كنا عايزين نستضيفه وخدته مش عارف خدته ايه جنوب افريقيا لا مقارنه بالاثنين، لكن الاتحاد الافريقي ساعتها كان هو بلاتر مصمم ومجهز نفسه واتخذت ولذلك كانت تديني وانا رئيس اتحاد كوره واحنا بنخطط وبنخلص حسيت ان العمليه فيها مؤامرات وعمليه غير عاديه بيمارسها الاتحاد الافريقي، رحت منسحب على طول من بتاعه وقلت يعني العمليه دي اي حد يمتم ومفيش حد من الاتحاد غير ثلاثة اشتغلوا مع اللجان اللي بتشتغل احمد شوبير وكان في اتنين تانيين اشتغلوا معاهم واحنا سحبنا بعدنا اذا مش جاي واحد من دول يبقى ده بيجي بصفته الشخصيه وليس بصفته عضو مجلس اداره. حسينا بالعمليه انما انا شايف دلوقتي سياده اللواء والاعلام وقتها هاجم بقوه القائمين على تنظيم شكل الحمله الدعائيه لاستضافه مصر لكاس العالم وقالوا ان احنا اشتغلنا على التسويق داخليا رغم اننا كمصريين متفقين على رغبتنا كلنا في استضافه كاس العالم، قالوا لم ننجح في تسويق نفسنا خارجيا يعني ما قدرناش. احنا جينا جبنا اللجنه اللي بتيجي تعاين الملاعب والحاجات دي جبناها اتعمل لها عرض من المطار لحد ما دخلوا الاستاد اتحاد الكوره، اتحاد الكوره بشياكه اتعمل شياكه غير عاديه واتعمل تخطيط غير عادي لكن هي تفكيرهم كان كده وبلاتر كان تفكيره كده ولذلك لكن امكانيات مصر لا امكانيات مصر تسمح للبطوله اللي جايه دي يعني انا هجيب منك
فأنا فوجئت بالقرار إن إحنا هنستضيف بطولة إن شاء الله، هنقدم في البتاع الملف بتاعنا فيها. أنا اتخضيت، إنما يعني فوقت في ساعتها قلت والله ده حاجة حلوة جدا. نجحنا في ده حاجة حلوة جدا. 2006. إحنا إمكانياتنا هايلة جدا وممكن نعملها، وممكن دي تبقى نقلة غير عادية بالنسبة للأوضاع كمان. خلاص بقى أنت بتاخد بطولة وإن شاء الله الأمن. بس هي عايزة بقى إيه بقى؟ إحنا الحمد لله يعني بنقول مبروك للدولة، ومبروك للدولة القرار اللي خدته كمان أنقح اللي مادة الرياضة مادة أساسية في دراسات الدراسة في المناهج المدرسية. حاجة هاي حاجة ده قرار نفسنا فيه من زمان جدا. هاي إنما كل شيء لما تيجي تاخد قرار يبقى لازم تخطط لتحقيق النجاح في القرار. تفاصيل كتيرة جدا محتاجين تفاصيل كتيرة جدا. يعني في حاجة اسمها إدارة الأزمات. أنت داخل في أزمة، ما هي أزمة يعني إيه؟ هي أزمة مش خناقة، الأزمة يعني فيه أمور في هتحصل، حدث مهم هتحصل، ولازم إذا حصلت يبقى أنا عامل إيه؟ استعداداتي إيه؟ مجهز نفسي ولا مش مجهز نفسي؟ مش مجهز نفسي خلاص استعمل بقى، لكن مجهز نفسك يبقى لازم يبقى أنت خططت. والتخطيط ده الفترة اللي جاية ده بيلزم أربع جهات من الوقت. إذا إن شاء الله ربنا حصل لنا نصيب أول ما يطلع، يعني نجهز بقى من أول ما يطلع القرار إن شاء الله إن مصر هتستضيف البطولة. أربع جهات؟ في أربع جهات لازم دول من الوقت يبقوا شركاء في ترتيب، من الوقت بيجهزوا نفسهم، مش لسه هيجهزوا نفسهم بعد ما تحصل العملية، لا من الوقت. نمرة واحد القوات المسلحة. نمرة اتنين وزارة الداخلية، وزير الداخلية يعني. وبعدين نمرة ثلاثة اتحاد الكرة. نمرة اربعة في عنصر رابع تاني، وزارة الشباب والرياضة. دول من الوقت يجهزوا ملاعبنا شكلها ايه. طب الامن بتاعنا كان هيبقى شكله ايه؟ ده احنا ماتش الجزائر اللي اتعمل ووصلنا كاس العالم اتعمل له اعداد وتخطيط ما حصلش في تاريخ الكرة في مصر. ليه؟ لان احنا لعبنا ماتش الجزائر الاولاني لعبناه في الجزائر، الناس كانت عاملة تخطيط من بالذات بالليل، اللعيبة نايمة والجوهري بقى مأمن العملية، ولقيت لك الجزائريين كلهم في الشوارع طالعين، كان البنطلون الجينز ده لسه طالع جديد، كله لابس الجينز ومن فوق عريان، وكله بيهتف تحت اللوكاندا عشان اللعيبة تبقى ما تسهر بقى ويبقى مشكلة، يعني يبقوا مرهقين وقت المباراة، يعني يبقوا مرهقين وقت المباراة. فرحت مكلم وزير الداخلية، يا سيادة الوزير انت الماتش الجاي هتلعبه في مصر، ومصر شايفة كل حاجة الوقت، وكل حاجة بتذاع وكل حاجة بتتشاف، مصيبة هتحصل لكم في مصر، الحق الكلام اللي بيعملوه لأولاد اللي تحت. والله العظيم ما في ربع ساعة وزير ما خلى واحد موجود، يا جوهري نمت كويس نمت كويس، وطلعنا وكسبنا وخدنا ودخلنا بكاس العالم، اخد بالك. فهي عايزة 90. الجهات الأربعة دي لازم من الوقت، كل واحد فاهم يعني. بسم الله ما شاء الله احنا الحمد لله ماشيين حلو جدا، وودينا قضينا على الإرهاب يمكن في 90% أو 95% من الحاجات اللي موجودة الحمد لله تمام. دي عايزة زي الإرهاب اللي بيحصل بالضبط، احنا نجهز نفسنا من الوقت عشان لما نيجي نقول دخلت البطولة يبقى الحاجة نمرة اتنين، أول ما يقول البطولة دخلت يعني ده بيقولوا فاضل 6 اشهر، يبقى لازم اتحاد الكوره لو سمحت يا اتحاد الكوره يخطط من الوقت معاهم في العمليات دي. اما الامور الفنيه لاداره الاولمبياد اللي ان شاء الله ناخدها بقى ما دام احنا بنستعين بيها هنا، يبقى لازم هناخدها، عشان ناخدها يبقى لازم نخطط، لان لو خططنا على الكلام اللي موجود دلوقتي صفر المونديال. يعني لازم الوقت، هاني ابو ريده وراجل مخطط وهائل جدا واشترك في التخطيطات اللي قبل كده، يبدأ دلوقتي يعمل تنسيق مع الجهات التانية اللي أنا بقول عليها دي، ويبدأوا يجهزوا نفسهم نمرة واحد لتأمين هذه الدورة، لأن خطورة، يبقى مأمنين نفسنا كويس
نمرة اتنين نجهز الفرق فنيا، يعني الست اشهر دول منتخب ما يقعدش هنا، يطلع بقى زي الجهر ما كان بيعمل كل يوم في دولة وكل يوم بيعد وكل يوم يطلع نجوم لحد ما جت البطولة. انا هوصل مع حضرتك بعد قليل للمنتخب ومستوى لاعبينا ومستوى المنافسة فنيا في القارة، يعني لازم حالية. لازم بس خليني اقف مع بالترتيب اللي حضرتك بدأت بيه. حضرتك اتكلمت عن جاهزية الملاعب والاستادات المصرية، هل لو خلاص تقرر ان البطولة ان شاء الله تكون في مصر، ملاعبنا واستاداتنا والبنية التحتية الرياضية في مصر جاهزة، ولا حضرتك شايف انها محتاجة في الاشهر القادمة دي وفي فترة قليلة جدا شغل كتير قوي ويعني تفاصيل كتير قوي نشتغل عليه؟ احنا بقالنا فترة انت عارف بنتعامل مع عينة من الجمهور المصري، مش كل الجمهور المصري، الجمهور المصري ما بيروحش مش كده، فلازم احنا نبدأ نقول ان احنا اللي احنا بنطبقه في الدوري مش هنطبقه في البطولة، لا ده احنا 100,000 و70,000 و60,000 بتتكلم في ارقام زي اللي كانت موجودة جامدة، فلازم يبقى احنا النواحي الامنية ليها ناسها والنواحي الكروية يبقى لازم اتحاد الكورة من الوقت بيجهز مين هم الاولاد اللي هيمثلونا في كأس الامم اذا ان شاء الله فوزنا، يبقى بنجهز نفسنا، نجهز نفسنا مش بنجهز نفسنا اي كلام، بنجهز نفسنا نعمل خطط وبرامج الفنيين الاساتذة الفنيين اللي موجودين في الاتحاد، المدير الفني، الاجهزة، الناس القدامى، الناس اللي عندها خبرة، اخد بالك، نجيبهم علشان يجهزوا نفسهم للنواحي الفنية. اما الامنية انا شايف حضرتك هنا بتتكلم عن دور بقى مين الكوادر اللي هيتم اختيارها لتكون في اللجنة العليا المشرفة على البطولة او المنظمة، لازم نلاقي ناس محترمة لان انا بشوف ساعات محترفة، ناس محترفة، ناس عملت، ناس لها خبرة في العمليات دي، واحنا موجودين كتير قوي، ناس موجودة كتير جدا في لان المجاملات في الاختيارات بتبوظ الدنيا بالضبط صح. طيب هرجع لتجربة حضرتك، حضرتك كنت رئيس الاتحاد الكرة المصري اللي وقت توليك المسؤولية حصلنا على فرص مصر أو القرار الخاص باستضافتنا وتنظيمنا لكأس نهائيات كأس الأمم 2006، خلال فترة القرار بأن البطولة دي هتكون في مصر حضرتك كنت موجود كرئيس الاتحاد صح الكرة. إيه أول قرار بدأت العمل عليه أو أول خطوة بعد إعلان القرار النهائي أن مصر فازت باستضافة البطولة وتنظيمها؟ هو احنا ربنا كان واهب مصر برضو فيها شباب كان حلو جدا طالع، يعني على راسهم محمود الجوهري مثلا، وبعدين كان عندنا اجهزه ناس عمداء كليات وناس عندهم خبره في الكوره وناس، يعني جبنا ناس كويسين قوي، الناس دي اعدت نفسها للنواحي الفنيه بشكل غير عادي، اتعملت بطوله جامده جدا واتعملت الماتش الاخراني حضره الاستاذ رئيس الجمهوريه وكان حاجة اتعملت غير عادية، ماتشات كانت هايلة، الفرقة كانت جاهزة، لازم يبقى عندي فرقة بقى، أنا لحد دلوقتي مش مستقر على فرقة، لحد دلوقتي أنا مش مستقر على فرقة، المفروض فرقتي تستقر من دلوقتي ونخطف ولادنا اللي صلاح وغيره نخطفهم علشان ييجوا يحضروا الماتشات اللي بتتعمل، البروفات اللي بتتعمل، لازم يعني الجوهري قبل ما يروح البطولة دي كان عامل يجي بتاع 30 تجربه مع دول اجنبيه معظمها افريقيه. لازم اعمل كده، مش هاجي بقى اعمل، لازم يبقى الاعداد بتاعي اعدادي في مباراه قويه زي اللي احنا هنلعبها. طيب مدى جاهزيه منتخبنا؟ احنا هنرجع للجوانب التنظيميه ونسمع ترشيحات حضرتك لو بتتمنى وجود شخص ما الاسم هذا الاسم او ذاك حضرتك بترشحه انه يكون هو المسؤول عن او رئيس اللجنه العليا المشرفه على تنظيم البطوله، هنرجع لكل الامور التنظيميه دي بعد قليل. خلينا نتكلم شويه عن شكل منتخب مصر تحت قياده المدير الفني اللي تولى المسؤوليه قريب جدا اجاري. راي حضرتك ايه في شكل اداء الفريق في الفتره اللي فاتت وفي شغل الجهاز الفني الحالي؟ هو انت عارف يعني بطولة زي دي مفروض انا مجهز نفسي ليها من بدري. احنا كنا بنخطط، يعني مش احنا، الناس اللي كانت موجودة سمير زاهر وهنا بوريدة، يعني الناس دي كلها كانت موجودة، دول مش عايزين حد معلم تاني يعلمهم، يعني هاني وسمير واحمد شوبير الناس دي ناس حضرت الخبره وحضرت التجربه، لكن ما اعرفش هم عند التنفيذ بتلاقي عندهم ما عندهمش الاستعداد انهم يخشوا في تجارب وفي انا خطط من الوقت وانا جاهز فرقتي من الوقت وانا جاهز الاداريين بتوعي من الوقت، والوحش اللي اثبت انه مش كويس ما فيش يمشي. انا مش عايز اقول اسماء في عز المجد الكوره وفي عز البتاع وناس من مع تاوله يا سلام يا عم،
خلاص انت مش قادر تدي. في اسم في ذهن اللواء حرب الدهشوري كتير بتتمنى يكون موجود او اكتر من اسم تتمنى يكونوا موجودين في اللجنه اللي بتدير هذه البطوله وتشرف كتير عليها. كتير زي مين؟ ناخد امثله. يعني انا هقول لك انا يعني في اسامي من الاسماء اللي انا متوقع انك تسالني السؤال ده. يعني شوف الاسماء اللي هتتقال دلوقتي. عبد المنعم عماره. وفي الوقت عبد المنعم عماره، هشام عزمي. هشام عزمي ده موسوعه. سيبك من هشام عزمي بقى، في مشاكل بيني وبينه. لا، هشام عزمي بيجيد تسع لغات 10 لغات، واستاذ في علم الاداره في الحاجات دي كلها. عصام عبد المنعم. عصام عبد المنعم يعني ياما اختلفت مع عصام، لكن ساعة ما اجي اشتغل لا، عصام نمرة واحد. خش يا عصام. يعني المدربين الأجانب اللي جبناهم من بره عشان يرفعوا مستوى الكورة، اللي جابهم عصام عبد المنعم هو سافر هو وأفتكر سمير زاهر الله يرحمه. الله يرحمه. سافروا وجابوا ناس إدت هنا دروس لكيف تدار كرة القدم بفنيات عالية. يعني حضرتك بتشوف ان الاسماء دي لسه هنستكمل باقي الاسماء لو الاسامي. هانا بوريدا. هانا بوريدا مش هو مش بطبيعه الحال الكابتن هاني موجود بوصفه رئيس لاتحاد الكره المصري، فهو وانسى يا هاني، انسى ان واحد صاحبي اجيبه يفعل. لا، مفيش لا صاحبي ولا قريبي ولا ابن عم ولا ابن خالي. في ناس مستقبل الكوره عايز ناس على مستوى فير، مهيلين مميزين، عندهم الامكانيات، عندهم الخبرات، عندهم الاخلاق. اسماعيل اليمني، عزت ابو الروس ابن الاهلي، ما اعرفش حالته الصحيه ايه، لكن عزت ده كادر من الكوادر الهائله جدا في النادي الاهلي، ومن الناس اللي عملت كره قدم في مصر حقيقيه. عمرو ابو المجد كمان ده ابو الاشبال، ابو الاشبال في مصر، ابو الاشبال في مصر. دكتور محمود فاروق عبد الوهاب، انا حضرت قريب حفله قام اتكلم في تخطيط لكرة القدم في مصر باللغة الإنجليزية وبإمكانيات غير عادية اللي قاعدين اتخضوا. هي حفلة ملهاش دعوة بالرياضة ولا بتاع، هو ده خرم في الرياضة وقاعد يتكلم على اللي المفروض يحصل وبتاع. الناس كلها قالت اللي حصل ده ولا يستاهل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي استفدناها المكالمة أو اللقاء اللي عمله فاروق عبد الوهاب. فاروق عبد الوهاب جاي ما شاء الله وبصحة، أنا كنت معاه قريب بصحة وحاجة جميلة جدا. دكتور محمود ابو العينين ما اعرفش اخباره ايه في النادي وفي الاتحاد. هو احمد شوبير، كابتن احمد شوبير كمان موجود، يعني موجود شوبير. في الوسط وفي أحمد شوبير وسط الاعلامي الرياضي ونائب لرئيس اتحاد الكره، مش كده؟ يعني عنده الصلاحيات. احمد شوبير طبعا قريب من الاحداث، يعني طبعا بطبيعه الحال هيكون له علاقه بترتيبات البطوله. كان شغال بقى بيكمل دول بقى كرامر 30 واحد من يوغوسلافيا ومن رومانيا. الناس انت عارف النتيجه، يعني نتيجه تقول ايه؟ طب وانت عملت ايه؟ يعني النتيجه ايه اللي انت عملتها؟ ايه قول لي نتائج منتخب يا سيدي في ده. 70% من نتائج كره القدم في مصر حصلت وقت الناس دي. اخرهم مسك الختام عمله الله يرحمه المرحوم سمير زاهر لما كان رئيس اتحاد وجاب 3 بطولات في ورا بعض. مين اللي جابها؟ ما هو ده من مجموعه. سمير زاهر من الناس دي، منسوب للناس دي، وعمل الكلام ده من الناس دي. اخد بالك؟ الناس دي موجوده وغيرهم موجود. نجيبهم ويخططوا بعيدا عن اتحاد الكوره، ملوش دعوه باتحاد الكوره. ثانيه، بعض الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي هتقول ان حضرتك طرحت اكتر من اسم من الاعضاء الحاليين لمجلس اداره اتحاد الكوره، وحضرتك بتقول نعمل لجنه فيها الاسماء دي وتشتغل بمعزل عن او دون تدخل من اتحاد الكوره، مع ان بعض الاسماء اتحاد الكوره لازم. لا لا، انا قلت احمد شوبير. حضرتك قلت كابتن احمد شوبير والمهندس. لا، في ناس تنفع في الاداره. بس حضرتك عايز لجنه. حازم امام. حازم امام طبعا من الكوادر المميزه. حازم امام من الكوادر الهائله جدا. طيب هل حضرتك والتانيين انت ما بتشتغلش في الفنيات، لكن ممكن تشتغل في العمل الاداري. حضرتك عايز لجنه عملها كامل الصلاحيات ومنفصله تجهز نفسها للاتحاد الكوره. ما تجهزش نفسها تجهز نفسها لاول ما ناخد البطوله بنجهز فرقه تبقى فرقه على مستوى عالي جدا في خلال ال6 أشهر ممكن يكسروا الدنيا. يجيبوا الناس دي اسماعيل اليمني. هم الاسماء اللي حضرتك قلتها. طب اقول لك على حاجه. انت عارف كان مين ماسك البراعم بيكتشف مراعم في اتحاد الكوره؟
انت مش هتصدق، وانا براجع المراجع، المراجع الكلام ده اللي انا بقوله ده موجود في كتب، موجود في مجلدات، اخد بالك، مش بقوله من عندي، لا مجلدات، انا رجعت بس ابص كده، مجلدات موجود فيها الكلام ده، اخد بالك. فاسماعيل اليمني كان ماسك القطاعات، يعني ايه قطاعات ويعني ايه براعم؟ البراعم كان ماسكها الفريق عبد العزيز ابيل قائد الجيش مش عارف الثاني او الثالث في الحرب اللي في حرب بتاعت 67 و73. عبد العزيز ابيل اللي هو ابنه كان وزير، ماسك وزير حاجه كده في الوزاره، مهندس طارق ابيل، مهندس طارق ابيل، اخد بالك. عبد العزيز ابيل كان ماسك، البراعم، وكان سعيد جدا، فريق وراجل في الجيش حاجه كبيره جدا، كان سعيد سعاده غير عاديه بانه ماسك المشروع القومي للبراعم، وكان ليه مقر في معهد الكوره في الاستاد القاهره، معمول له مكان مقر للبراعم، براعم اللي هي سن الصغير، الكبار دول اللي بيطلع من اللي عنده يطلع للقطاعات اللي ماسكه اللي هو اسماعيل اليمني. صدقني دول لما بيكلموني دلوقتي بيبكوا. ليه؟ كفايه انت رميها، كفايه لها خبره، عملت خبره، شايفين ان عملت انجاز غير عادي، نفسهم يعملوا حاجه، نفسهم يتمنوا انهم يعملوا حاجه، الناس دي موجوده. طيب هي مش سنه الحياه سياده اللواء في العالم كله، في خبرات كبيره بتفضل لها قيمتها وبارقها في اي دوله، وبيفضل موجود منهج الاستعانه بيهم كمستشارين، لكن بتخرج اجيال بمتوسط اعمار اقل وبتاخد الخبرات لا انا بقولش انها موجوده ولا لا، انا بقول لحضرتك مش سنه الحياه ان هذه طبعاً الكوادر طبعاً بتترك العمل التنفيذي في مرحله ما. انت عملت اجيال، بس حضرتك بتقول ما فيش اجيال على نفس مستواهم. الناس دي عملت اجيال، ما هو جيل يعني صغير عنده 20 25 سنه، تعظيم سلام، ده الشباب هو اللي بياخد فرصته، واسم الله ما شاء الله، يعني سياده الرئيس يعني بيهتم جدا بالشباب، ده حاجه، ده توجه للدوله حاليا، حتى توجه الدوله للشباب، واحنا كلنا توجهنا للشباب. ما دول اللي بيعملوا الشباب. يعني هنا حضرتك بتقول انه لم ارى حتى الان الاجيال البديله الاصغر منهم سنا للي بنفس كفاءه. ايوه دول بيعملوا الشباب. يعني الناس دي هي اللي عملت الشباب، الاسامي اللي طالعه دي اللي جابت البطولات، اللي جابت 70% من نتائج كره القدم في مصر، اللي جابها الناس اللي ما هو مش كانوا. حضرتك بتقول انه كانوا ساعتها، يعني حضرتك شايف انه من غير المعقول ان هم ما يبقاش مستفاد بيهم. كانوا شباب، هم كبروا الوقت. حضرتك بتقول انه امر غير ايجابي او سيء على او مردوده سيء على الكره المصريه ان هذه الاسماء اللي حضرتك ذكرتها ما بتشتغلش او ما بتشاركش في حاجه دلوقتي. حضرتك شايف ان ده ضار بالرياضه طبعاً والكره المصريه؟ طبعا ضار. انا ارجع، ده في ناس لا يقل عن طب عصام عبد المنعم الراجل الاعلامي الكبير ده فين؟ مخصمينه ليه؟ هو عصام قليل؟ لا طبعا، كابتن عصام خبره كبيره، اكتر واحد اختلف مع عصام حرب الدشور. انما اعشق عصام عبد المنعم، لما يجوا بتصير عصام عبد المنعم اقول لهم لا ده مخطط عالمي وعظيم. لما جينا نسفر ناس، تجيب ناس اجانب من بره، يعني هو في مره تخطيطين اتعملوا، التخطيط اللي اتعمل في الفتره دي وطلع اللي جاب الاجانب عصام عبد المنعم وسمير زاهر زي ما قلت، في تخطيط قبليهم، ما هو مصر دي ولاده، عملوا الاستاذ جلال قريطم رحمه الله عليه وكيل وزاره الشباب والرياضه، عارف عمل ايه؟ حس ان احنا التدريب عندنا تعبان شويه. ده الكلام ده بقى كنت انت لسه صغير، وانا صغير يعني كنت بقى. ده من كام سنه تقريبا؟ لا تقريبا ده من حوالي، انت هتحس بال سنه كام تقريبا؟ يعني فتره ايه؟ يعني في السبعينات. السبعينات واول يعني زملائي كمان في فريق الاعداد بيقولوا ده سنه 66 كمان. سبعة ده مشروع المواهب. لا سبعينات، يعني السبعينات، يعني نهاية الستينيات بداية السبعينيات. عارف جابوا كم مدرب؟ جابوا حوالي سمير، جابوا حوالي بتاع 15 20 مدرب. كرروا التجربة، كرروا وغشوا من تجربة جلال قريطم رحمة الله عليه وكيل وزارة الشباب والرياضة، كانت كورة نايمة خالص. فجاب حوالي 25 مدرب يوغوسلافي وروماني والماني. نادي الاهلي خد واحد، ونادي الزمالك خد واحد، ونادي الترسانه اللي انا كنت بلعب فيه خد واحد، لا شفنا ولا هنشوف واحد زيه. لا شفنا ولا هنشوف ماتي كالو مدرب نادي الترسانه. عمل جيل نادي الترسانه، جيل نادي الترسانه عمل ايه؟ خد كاس دوري العام مرتين. وخد كاس مصر ثلاث مرات.
وكسب الاهلي والزمالك وكسب الاهلي. مرحله كان فيها ترسانه يعني منافسه الاهلي معلش بس يعني احنا كسبنا الاهلي. انا عديتها بقى خلاص بس بغير الموضوع. بحب النادي الاهلي يعني الفكره دي. الجيل ده في الترسانه كان جيل طبعا له اسمه وله شعبيته. ما هو الجيل اللي عمله ماتيكانو ونادي الزمالك بلندر بيمرن نادي الزمالك والنادي الاهلي كان جايبين له واحد هاير هيديكوتا افتكر حاجه هيديكوتي. هيديكوتي من افضل المدربين اللي تولوا بقى كل الناس في مصر كلها. ده اتعمل ان حضرتك هنا بتقول رؤيه الدوله بقى انها شافت ان في حاجه الى ارتفاع بمستوى الكوره بشكل عام. راجل جدع جدا وراجل كان لعيب كوره كبير وراجل كان من احسن الحكام في مصر. عنده خبره كبيره جدا مش بنائي عشوائي. فهو موجود انتهز دي فرصه وهو وكيل وزاره الشباب والرياضه اهدى مصر بحوالي 17 20 جوهره من الجواهر المدربين العالميين الاحسن. ودي الفتره اللي حضرتك بتقول انها عملت فرق. يا سيدي اعملها يا سيدي يا اخوانا يا مسؤولين عن الرياضه في مصر اعملوها. هاتوا الناس دي تقول لهم الناس دي اللي قالت الناس دي كتبت كتب الحاجات النجاحات اللي عملوها معموله في كتب مش معموله في بيحرق. ما فيش حاجه اسمها حرق. كل واحد عنده الملازم بتاعته والمرجع بتاعه مرجع ال 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 الأطفال الصغيرين البراعم القطاعات الناشئين الحكام. هل حضرتك عايز تقول ان إدارة الرياضة في مصر حاليا مش بتدار بشكل لا علمي؟ مش بتدار مش بشكل بتدار علمي؟ لا 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 بشكل أكاديمي؟ لا 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 خالص. قول لي فين اللي بقول لك كان في معهد للكورة أستاذنا معهد للكورة بيديره عميد الكلية ومعاه أساتذة هايلين جدا شغالين. يبقى بيشتغلش عشوائي ده بيشتغل بمخ اخد بالك. يعني هل ده كلام حضرتك معناه انه رغم كل الانفاق اللي تم والتسويق والدعايه وحجم التعاقدات اللي في مصر الا ان الامور ما زالت من وجهه نظر حضرتك عشوائيه؟ مفيش. انت حاسس مش ماشي على النمط اللي موجود. حاسس ان كره القدم ماشيه كويس؟ حاسس ان الرياضه ماشيه كويس؟ لا الناس بتقول في مشاكل طبعا بس في اراء مختلفه. يعني في ناس تقول في حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. مفيش. لكن هو الفيه انك تخطط كويس قوي ولما تيجي تخطط تنقي بقى الاساتذه. ما حدش يقول عليه التلت التلاته كام. لكن ما تجيبليش واحد ما بيفهمش في الكوره او ما بيفهمش في الكذا في الملاكمه وتقول له لا انت ده. اجيري افضل ولا كوبر؟ محمود الجوهري. طبعا كابتن الجوهري رحمه الله من العلامات البارزه في تاريخ الرياضه المصريه. انا بقارن بين الحاله السابقه مباشره ومن يتولى المهمه حاليا. المدير الفني الحالي أجاري ولا المدير الفني السابق كوبر أفضل من وجهة نظر حضرتك حتى الآن مع أن أجاري بقاله فترة قليلة؟ يعني هل كنت مع الناس السعيدة بأداء كوبر ولا كنت مع الراجل الثاني كوبر وصلنا طيب هل حضرتك كنت شايف أنه يعني بتجد ارتياح في فترة وجود كوبر ولا كنت مع الآراء اللي بتطالب برحيله وغير راضي عن الأداء؟ هو لحد ما مش الراجل كان عامل نتائج كويسة جيت الحقيقة. لكن النتائج لا ترشحه أنه يستمر في مصر. في حاجة في الرياضة حتى في العالم كلها انت احنا اديناك مسؤولية واحنا حاسين انك انت راجل عظيم جدا وبناء على تاريخك وبتاع. ولكن لما جيت في الجد وادينا لك المسؤوليات ما جبتش النتيجة المرجوة. مع السلامة. بس هي في كرة قدم كده. حضرتك بتتكلم بقى عن شكل ونتائج الفريق في كاس العالم. في كاس العالم مع الاراء اللي بتقول ان ده اخفاق لا كامل لاداء في كاس العالم ولا لا؟ يعني لا في ناس قالت الصعود نجاح بكل المقاييس ولكن الشكل اللي ظهرنا عليه والنتائج هناك في نهايه كاس العالم يعني اخفاق. هو كتر خيره ان ربنا رزق محمد صلاح يعني محمد صلاح اللي عمل النتيجه دي جت الحقيقه. لازم نعرف اولا هاني فاهم الكلام ده كله هاني من الناس الناصحين ناصح يعني واشتغل. هاني ابو الاشبال. هاني كان ماسك المشروع القومي للبراعم وكان هو اللي بيصعد لسمير زاهر. سمير زاهر ماسك الفريق الاول هو اللي بيصعد له من عنده. اسماء انا كنت قاعد مع واحد من زمايلنا دلوقتي قال لي على 30 اسم. 30 اسم دول كانوا عملوا نتائج في تاريخ مصر ما حصلش. طب هل المهندس هاني ابو ريده حاليا ما بيتصلش باللواء حرب الدهشور يحصل بينكم؟ لا بيتصل بس لا يعني في معايدات في اتصالات على مستوى الانسان. انا بتكلم على مستوى الخبرات الكرويه بيدوش حوار بينكم عن ازمه ما رؤيتك اقتراحاتك؟ هو طلب وسمير زاهر طلبه. انما انا يعني انا شايف ان انا موقعي الوقت في المشاهدين واقول اقدر اديك. طب ليه يا سياده اللواء ما حضرتك بتقول
انا وجيلي عندنا خبرات. حضرتك ما قلتش، ما تكلمتش عن نفسك، لكن قياسا على الاسماء اللي اشرت لها بتقول ان عندكم خبرات لابد ان يستفاد بها. ليه لما بيطلبوا من حضرتك راي او مشوره او رؤيه فنيه او دراسه ما لتحسين امور كره القدم والرياضه ما بتقدمهاش؟ انا هاني من علاقتي لم تتقطع بيه ودايما معاه ودايما كل حاجه. هو يمكن احتمال يكون زعل لانه انا في كذا مره يطلب ان ابقى موجود، وانا ما انا قراري بيني وبين نفسي انا انه اخد يعني انا بقول مش حابب الظهور الفتره انا اقول ما احبش خالص، احب ابقى كده كويس. طيب الفتره الجايه منتخبنا الوطني، لو حضرتك بتتابع المنتخبات الافريقيه ومستوى المنافسه ان شاء الله في نهائيات الامم الافريقيه القادمه، حضرتك شايف مصر فين على خريطه المنافسه وفرص مصر ومنتخب مصر في الفوز بالبطوله؟ والله ربنا يكرم المدرب اللي جه جديد ده أجيري، ان ربنا يوفقه. و يعني اولادنا يعني مش يعني على الاقل احسن من الفرقه، يعني ممكن نعمل نتيجه كويسه معاهم وممكن ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله. انا اتمنى ان شاء الله ان الفرقه، لكن ده لا يمنع يا كابتن هاني من انك تجيب الناس اللي انا قلت عليهم اللي انت عارفهم كويس قوي وانت شاركت معنا فيهم، هاتهم يخططوا لكرة القدم في مصر. كرة القدم تدار بلا تخطيط، بلا اي حاجة ليها دعوة بالتخطيط خالص. يبقى احنا هننتقل للدوري العام. لا راجل كان معايا زميل هنا اسمه عمر، افتكر حاجة عمر زميلنا عمر البنوبي، والله العظيم ده قال لي على مجموعة الفريق اللي طلع ثالث كأس العالم في 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 الارجنتين لما كسبوا بطوله ثانيه. ده الجيل اللي كان ادار البطوله دي وكان مدير فني كابتن شوقي غريب، بيتكلم عن جيل 2001. وشوقي غريب ازاي؟ وائل رياض وابو المجد مصطفى وحسام غالي شوقي غريب مدرب هاي اليماني محمد اليماني. نتاج الشغل اللي حصل ده، لان خدناه وديناه اخترناه اولا. اخترت شوقي غريب مبني للمجهول. شوقي غريب كان منتخب مصر 10 على 10، بعديها السلام الجمهوري ضرب شوقي غريب مش في الشاشه. فجاه الاتحاد الكوره جاب شوقي غريب كويس ووداه لايبزيج، مش وداها لا وداها لايبزيج، راح لايبزيج طلع من الاوائل بتوع لايبزيج. جه هنا اشتغل مساعد لمحمد علي، محمد علي كان هو المدرب الاصلي بتاع الفريق الله يرحمه، مسك محمد علي دكتور محمد علي دكتور محمد علي الله يرحمه الله يرحمه. فلما كان شوقي رجع من لايبزيج مسك مكان محمد علي، لحد الوقت اللعيبه يعني تتكلم باسم شوقي غريب. الجمهور في البطوله كان بيهتف وكان في صرخات اعجاب باداء منتخب مصر الجيل ده اللي كان مع كابتن شوقي غريب. يعني شوقي غريب هايل من النوع الهايل جدا اللي استفاد بيه مع ناس ثانيه، مش شوقي غريب بس، مع ناس ثانيه. طيب هنتكلم عن هذه الامور طالما حضرتك بتقول انك على يقين ان الامور بتدار حاليا بشكل عشوائي في مصر. رايك ايه في مستوى المنافسه وفي شكل مسابقه الدوري الممتاز حاليا؟ قوه الدوري المصري بشكل عام. قوه الدوري المصري انا بزعل لما يقولوا بيراميدز شكلها واحد مش من مصر. انا كنت اتمنى ان كان اللي يعمل فريق بيراميدز واحد مصري حاسس بالامكانيات المصريين، انما لا بشكل عام احنا بنتكلم بشكل عام عن المستوى الفني. خلينا نقول احنا مع كل ما تسمح به القوانين عندنا لمستثمر مصري او عربي او اجنبي، لا وهي لكن هي حصلت امتى ان احنا جبنا مصري عمل نادي؟ طب ما عندنا في كيانات تابع لها انديه زي الجونه مثلا، تابع الجونه ده مصري وادي دجلة. مصري حضرتك بتقول امتى غير مصري يعني؟ لا انا بقول مصري انا بقول مصري، لكن ما جيش تتعمل مشاكل من تحت راس النادي الجديد. طيب احنا خلينا نتجاوز النقطه دي للمستوى الفني، يعني احنا مع حضرتك بتعبر عن راي ولك مطلق الحريه وممكن ناس كتير تتفق مع حضرتك في الراي ده كمان لان سمعناه اكثر من مره. وفي اراء بتقول ان ما فيش مشكله طالما انه استثمار بيضخ في الرياضه من مستثمر مصري او عربي او اجنبي، فدي قضيه خلافيه ممكن نقعد نتناقش فيها مع ضيوفنا ساعات. هو دوري مستوى المنافسه مستوى المسابقه الدوري الوقت بيني وبينك الفريق والاحتراف تفحش وتوحش. انت عمرك سمعت لاعب في الجيل التسعينات اول التسعينات مش هقول بقى السبعينات والستينات بياخد 15 و20 مليون جنيه؟ سمعتها؟ هل مصر ماديا تسمح ليها ان ادي لعيب كوره بجيبه عندي في ملعبي اديله 40 مليون جنيه عشان لا ده ما دي مش يعني الارقام مبالغ فيها حاليا رقم مبالغ جدا جدا فيه ولا يتوائم مع مصر ولا في الوضع في مصر
وعمره ما يتوافق. انا ادي الواحد كان بياخد 50 جنيه في الشهر اديله 15 مليون جنيه. فبقت الكوره دلوقتي مع اللي عنده فلوس. اللي عنده فلوس بينقي من كل فستان ورده، والورده دي غالبا مش من القاهره، ممكن اجيبها من اوروبا، ممكن اجيبها من العالم العربي، ممكن اجيبها من بتاع. ولذلك الانديه اللي في الاحتراف الشعبيه والجماهيريه الشعبية بس اللي ما عندهاش في خبر كان انتهت. نادي الترسانه فين؟ اولمبي اسكندريه فين؟ الاسماعيليه في طريقها، المنصوره تراجعت امام الانديه الكيانات الكبيره ماليا، انديه الشركات. انا لدرجه ان انا قلت لهم مره في برنامج، قلت لهم يا سيدي دام العمليه فلوس خلاص نجيب واحد زي نجيب ساويرس نمسكه نادي يكون كويس، يعني يبقى امكانياته على الاقل يسند مع زي الاجانب. لكن الكوره الوقت للاغنى مش للاحسن. يعني هنا حضرتك بتتمنى ان رجال الاعمال او الكيانات الاستثماريه اللي بتدخل مجال الرياضه المصرية تبقى مصريه وليست وتضخ الاستثمارات دي في الانديه الشعبيه، صح، الانديه اللي عندها تاريخ، صح صح، عشان نحافظ على جماهيريه اللعبه. طب فين نادي الترسانه؟ انت مش صعبان عليك نادي الترسانه؟ طبعا كلنا اي نادي من الانديه الكبيره اللي صعبان عليك نادي اولمبي اسكندريه، اكيد مش صعبين عليك نادي المحله، ده تاريخ اللعبه، مش صعبين تاريخ اللعبه. تخيل مش واحد ولا اثنين، ده يجي 10 12 نادي خلاص في خبر كان، لان ما عندهمش امكانيات ماديه. والاستاذ احتراف بيقول اللي معاه فلوس يعيش واللي معهوش فلوس يموت. طيب انا متفق مع حضرتك ان الاشكاليه دي ناقشناها في قناه الاهلي كتير، فكره دخول الاستثمار الى الرياضه والانفاق الضخم وتاثيره على الانديه الشعبيه، ده قضيه مهمه جدا. ولكن اليس هذا هو نمط اداره كره القدم عالميا دلوقتي، ان الصفقات حضرتك شايف حجمها من نادي لاخر؟ يا بيه هم ظروفهم تسمح، انا ظروفي لا تسمح. ان ده ما يناسبناش، انا ظروفي الماديه ما تسمحش ان انا ادي واحد 15 مليون جنيه. طب ازاي؟ او مقابل ارباح ايه بتتحقق؟ يعني فين الربح اللي هو بيجيب لي 15 مليون جنيه بيجيبهم بأمارة ايه؟ ده الأندية لا، يعني أنا بقول الوقت الكرة لمن هو أغنى، لمن لديه المال. أما الذي لديه ليس لديه المال فليذهب إلى هو في ناس كمان، تأكيدا على كلام حضرتك، في ناس أحيانا وإحنا الكلام ده صح ولا أنا أنا هنا بهرب. مش بقيم، ما أقدرش أقيم رأي حضرتك، حضرتك صاحب خبرات كبيرة، بس بعرض عليك وجهات نظر مختلفة. إحنا بنسمع آراء متفقة مع حضرتك تماما، وتقول إزاي الإنفاق على اللعبة في مصر بالحجم ده رغم إن إحنا شايفين الظروف الفترة اللي فاتت خلت مفيش حضور جماهيري إلا في نطاق ضيق جدا، مفيش أرباح حقيقية، مفيش نشاط رابح، فهي في النهاية الأمور إنفاق بلا ربح. فدي امور لا تقبل في العالم كله، يعني العالم بيحسبها كشركات كره قدم، والنادي الاهلي بيتمنى يحقق النمط ده انها تبقى شركات، ولا بد ان تكون ميزانيتها رابحه. انا اشجع بقى، يعني وفقا لرايك اشجع بقى رجال الاعمال انهم رجال الاعمال. احنا عندنا رجال اعمال بسم الله ما شاء الله، ده الشركات الوقت اللي الرئيس مديها لهم شركات ما شاء الله هتجيب مليون خير لمصر، وعندهم امكانيات غير عاديه، وامكانيات والامكانيات هتزيد بعد الدوله ما بتديهم شركات وبتديهم مؤسسات وبتديهم اراضي وبتديهم حاجات. يا سيدي في مجال الرياضه خد 10 منهم 15 منهم يمسكوا انديه يحيوها، هيعملوا له اسم اولا ودعايه للشركه بتاعته، دعايه كبيره وفقا للاستثمار بقى يا سيدي، تعظيم سلام للاستثمار، يبقى هتعمل مكان للاستثمار ويعملوا للنادي، يرجعوا الرياضه في مصر، يرجعوا. طب احنا لما عملنا تقنين وتخطيط وقعدنا 7 أشهر نشتغل خلاصة الناس المصريين اللي كانوا بيشتغلوا فيها، في الآخر احنا احتاجنا للمال، يعني بلا مال ما كانش. وكان اللي بيمثل المال بيني وبينك عبد المنعم عمارة بيدي من فلوس الدولة، وكان بيجيب لنا من بعض الشخصيات. طب انا اقول لك على حاجة، وانا بعرض التخطيط على شخصية كبيرة جدا مش هقول اسمها تاني لان بايخة، يعني شخصية عظيمة جدا جدا جدا، جابنا وقال لنا شوفوا خططوا وقولوا لي انا شوفوا التخطيط. قلنا له طب التخطيط احنا عملنا تخطيط حلو، جبنا ناس يا عظماء الرياضة في مصر. قال طب ايه المشاكل؟ قلت له المشاكل الفلوس، لان كنت زمان بلاعب الناس في القطاع في حتة قريبة من النادي بتاعه، نادي الزمالك بيلاعب نادي الترسانة، لكن دلوقتي هيخرج بره القطاع بتاعه، يعني هيطلع من هنا لاسكندريه، لدرجه ان احنا كنا مسمين دوري القطاعات ده دوري الاتوبيسات، يعني الفلوس اللي معاه فلوس يدفع اتوبيس، اخد بالك؟ فالراجل كان بيقدم لنا كل الدعم، قال لنا على 2 3 رجال اعمال
مش هقول اسماء برضه، رجال اللي معروفين اسماء يقدموا رعايه وتمويل للبطولة. لا، خدوا تعليمات من القياده الكبيره دي، قال لهم فلان ده هيقول لكم اللي هو عايز يديهوله، امر مباشر كده لهم. حصل حياه ولادي، حصل اخد بالك. الناس دي ساعدتنا في حاجات كتيره، ما هو لازم فلوس، والفلوس يعني حضرتك بتقول ان الفلوس تيجي من رجال الاعمال. احنا عندنا رجال اعمال، طلع رجال الاعمال. عايز الكيانات الاقتصاديه في مصر وكبار رجال الاعمال يشاركوا في هي كده الرياضة. هي كده. لكن غير معقول انك هتجيب نادي غلبان مش لاقي، ونادي كل يوم بيشتري ب 200 جنيه 200 مليون جنيه لعيبه. طب حضرتك شايف ازاي دور النادي الاهلي؟ المعادله الصعبه يعني، كابتن محمود الخطيب خلال الانتخابات السابقه انتخابات مجلس الاداره قال هذا الكيان لن يخضع لأحد، لن يكون أبدا خاضع عشان أمور تمويلية أو تسويقية أو خاصة برعاية أو أي أمور خاصة بإنفاق أو ملايين أو أمور احترافية. قال كده نصا، قال النادي ده كيان كبير قوي، والشعار ده محدش لا يقدر يشتريه ولا يقدر يبيعه. النادي الأهلي أكبر من كده، وده كان على لسان الكابتن محمود الخطيب. لا، النادي الأهلي النهاردة بيتكلم عن مواجهة هذا الطوفان اللي ممكن يدخل على الدوري المصري. أيوة. من عمليات إنفاق مبالغ فيها، وبيقول إنه إزاي يعمل المعادلة الصعبة، ينفق بس يحاول يحقق ربحه وتبقى النشاط. نادي الاهلي حضرتك تعلم انه بقاله سنوات بيطالب بتطبيق شركات لكرة القدم ودوري المحترفين في مصر. أقولك زي العالم كله. انا اقول لك على حاجه، نادي الاهلي وتأكيد ومعلومه تانية كمان اضافها لي زملائي، ان احنا النادي الكيان الوحيد الرياضي في مصر اللي عنده رخصه بالمواصفات المطابقه للاشتراطات الدوليه لكرة القدم. نادي الاهلي ربنا دايما بيكافئه بناس بتساعده وبيبقوا نجاحهم منسوب ليهم. انا هقولهم بقى، هقولهم في واحد امير سعودي من الناس التعظيم سلام، مصر كلها بتتعظمه سلام لانه راجل عظيم جدا، لا عمره جاب سيره ادى مين ولا كد مين ولا الامير عبد الله ولا فتح بقه بكلمه. صحيح. مش اللي بيعمل مفهوم انه النادي الاهلي هو بيعمل فضيحه في البلد كلها. لا، ده ما فتحش بقه ولا حد يعرفه. ده يعرفون الناس الاكابر القريبين من صناع القرار. مفهوم. يقولوا الامير فلان عمل كذا كذا، يا سلام عظيم جدا. اخد بالك. فهي عايزه ناس كيانات محبه او كيانات محبه وكيانات كويسه، لكن هتجيب اي حد. ما طيب يعني حضرتك مع مطالبات النادي الاهلي ولا لا بانه بيتمنى وجود نمط او اطار رياضي ينقلنا الى مرحله دوري المحترفين في مصر وتبقى شركات بحسابات دقيقه وحسابات بتقول النشاط لازم يربح؟ انا بس وانا لما باجي اختار اللي انا بختاره ده شكله ايه وماضيه ايه وتاريخه ايه وتوجهه مناسب لشخصيه النادي الاهلي ولا لا، اسلوبه مناسب، هيبقى في تنسيق وتفاهم ولا لا؟ يبقى لازم الانسان اللي بتختاره عشان يصرف ده لازم يبقى فيه. يعني انا الراجل اللي انا اخترته يصرف، اثنين اللي اخترتهم يصرفوا، مش انا اللي اخترتهم، ده الدوله هي اللي اخترتهم لي، قالوا لي دول اثنين بيموتوا في الرياضه وبيموتوا في الكوره، هم اللي انت عايزه، واللي فعلا اللي انا عايزه كنت باخده، وعملوا نتائج ما حصلتش في تاريخ مصر، في تاريخ مصر ما حصلش الكلام. عشان كده حضرتك بتطالب بكيانات مصريه، رجال اعمال وكيانات اقتصاديه وشركات موجودة مصر مليانة. تنهض بهذا النشاط. والله مصر مليانه. ولو الرئيس بس التليفون للناس دي وقعدوا معاه قعده حلوه، لانه هو بسم الله ما شاء الله محب لمصر جدا. عشان كده احنا كلنا اسعدنا جدا فكره العقد المتميز اللي تم توقيعه بين النادي الاهلي وشركه برزنتيشن، انه وكتير من ضيوفنا قال احنا بيسعدنا ان الرعايه تكون مصريه وان الكيانات اللي بتضخ اموال وتستثمر للنهوض بالرياضه المصريه تكون كيانات مصريه. الناس قالوا عندنا، ناس كتير خبراء قالوا عندنا القدرات دي، يعني بلدنا فيها القدرات دي. لا بس احنا عايزينهم يدفعوا وما ياخدوش. لا احنا عايزين هنا حضرتك بتتكلم عن شكل تاني، حضرتك بتتكلم عن التطوع. احنا عايزين اللي بنجيبه. ما هو يا سيادة الناس كتير بتتفرج على حضرتك دلوقتي هيقولوا دي كانت فترة واتغيرت، ما بقاش حد بينفق. يعني زمان كان فلان باشا. لا لا في 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 رجال أعمال، في متطوعين، في رجل أعمال، بس مش في مستوى ساويرس. ساويرس بيقول له مفهوم اللي هو عايز يجيبه، يعني طاقات مختلفة. لكن التاني ده مش بس حضرتك لسه بتتكلم عن مستوى العمل التطوعي، ان شخص بيتبرع لنادي، رجل اعمال بيتبنى نادي شعبي او بيحبه، هو بيحبه. طب ليه ده ما ياخدش شكل احترافي؟ الراجل اللي كان بيتبرع للنادي الاهلي ده كان بيحب النادي الاهلي وراجل امير ودي خطوات واسمه مشهوره، واسمه عظيمه، ولا جه جنب الكيان في سنتي. لكن اللي حصل في الاخر لا، ما
ده ضرب في القناة في ال... وحضرتك ضربت مثال رائع بالأمير عبد الله الفيصل رحمه الله، يعني احنا قلنا من شوية الاسم طبعا لأنه من الشخصيات مع رجال أعمال مصريين وتاريخ من أيام يعني عبود باشا وحبه للنادي الأهلي ودعمه للنادي الأهلي أسامي. وشخصيات أخرى مرورا بأسماء من كبار رجال أعمال المصريين وزي ما حضرتك بتقول لم يتحدثوا يوما، يعني كان دايما التطوع والدعم للنادي الأهلي مصحوب بأنه ملتزم الصمت والنادي الاهلي هو اللي حريص على توجيه الشكر والناس اللي بتجامل دي كيانات مصريه وحب النادي الاهلي. كان في عندهم واحد في النادي الاهلي الناس بتنسى الراجل ده لازم الاهلي يحتفل بيه دايما. كان هو رجل عبد البقال. طبعا تاريخ عبد البقال ده لازم نضرب له تعظيم سلام، لان عبد البقال كل سنه وكل سنتين قبل السيزون ما يطلع يروح رايح حاطط عينه على 2-3 بيخلوا الاهلي الاول على طول. العين اللي بتختار بقى رفعت مرجان ازاي الاختيار الفني. الدزوي جه ازاي؟ توتو جه ازاي؟ دي اسامي انت ما تعرفهاش. ميمي الشربيني مع حفظ اسامي ميمي الشربيني ناس كلها عملت تاريخ عن طريق ولاد النادي الاهلي. وغير اللي كمل رسالته ونجيت الحقيقه بيكملها كويس قوي بعدين. طيب دلوقتي النادي الاهلي حضرتك بتقول اكتشاف المواهب امر فارق جدا مع الانديه الكبيره وانديه البطولات في مقدمتها النادي الاهلي، هل حضرتك سعيد بان النادي الاهلي دلوقتي في تركيز كبير من قيادته ومجلس ادارته على قطاعات الناشئين على اكاديميه النادي الاهلي على عوده اختيار وتصعيد عناصر شابه للفريق الاول؟ برافو عليك واختيار افضل العناصر وفي لجنه كمان لاكتشاف المواهب. مع ناس بتحدث معاهم في العمليه دي يعني نادي الاهلي ونادي الزمالك طول عمرهم ولدين بيجيبوا اللعيب ابن النادي اللي 90% من لعيبه نادي الاهلي من نادي النادي الاهلي. نادي الزمالك ومصدر 90% من نتائج، لكن الوقت للاسف الشديد عاملين اكاديميات عندهم بس الاستفاده صفر. حضرتك تتمنى ان قطاعات الناشئين ترجع النادي يستفيد بيها وتقدم لا ما هي راجعه هي راجعه وموجوده هي راجعه وموجوده بس لا يجي واحد زي تاني يلاقوا ولد في نادي دجله هايل جدا ومكسر الدنيا لا سيب العيال دي بقى خليها بعدين وخلاص. ده طب ليه ما يبقاش مزيج من ده وده يا سياده؟ لا ما فيش، ما حدش، كل الانديه دي ما بتبصش لولادها اللي بيربوهم ويكبروهم ويقدروا يعملوا نتائج هايله جدا عندهم. مستعجلين. يبقى هنا حضرتك بتطالب انديه القمه في مصر انديه كبيره تحافظ على اولادها بمساحه اكبر من الاختيار والمشاركه. طول عمر الاهلي والزمالك واولمبي والترسانه كل دول احنا الشاذلي وحرب ومحمود حسن وابراهيم الخليلي وبدر عبد الفتاح وخيري 12 اسم 13 اسم طلعوا من نادي الترسانه. صحيح ما ده اللي حضرتك وكان بيعملوا وكان بيعملوا في حاجه بيعملها الاتحاد، ما اعرفش ما بيعملهاش الاتحاد دلوقتي. ليه ما يعملوش ماتشات الناشئين قبل الماتشات الكبيره عشان الناس تتابعها ويبقى لهم جماهيريه؟ ما احنا كلنا طلعنا كل الناشئين اللي لعبت في مصر كلها لعبت من الجمهور بيجي يتفرج على الناشئين الاول، وتلاقي الناشئ ده طالع 10 على 10. اخد بالك احنا لا بناخد من الانديه عندنا ولا بنستفيد بالاشبال. وانا رايي الاكاديميات اللي بيفتحوها دي الاهلي والزمالك والترسانه والبتاع دول رايي في الاحسن، لان يقول لي مين من الاهلي بيلعب من النادي الاهلي، مين من الترسانه بيلعب من النادي الترسانه، كله بيروح يشتري كله بيشتري خلاص. ما احنا بنطالب اهو بان النهوض بالحاجات دي يرجع اللعيبه، لازم يبقى لها دور في ان حكايه الشراء دي وحكايه الفلوس اللي بتدفع كتير والعقود اللي كبرت دي، لا كبرت قوي كبرت على مصر قوي ان انا ادفع اللعيب 40 مليون جنيه و30 مليون جنيه. طيب يعني هنا حضرتك بتتمنى انفاق اقل على الصفقات من خارج اي نادي وبتتمنى اهتمام اكبر بقطاع الناشئين والعناصر الشابه اللي ممكن تصعد. اذا ما كانش الاهلي والزمالك هيطلعوا ناشئين مين اللي هيطلع؟ طيب هسال حضرتك، احنا عندنا دقائق قليله جدا متبقيه، هسالك اسئله سريعه ومباشره سياده اللواء نعرف رايك فيها. الدوري توقعاتك بطل الدوري هذا الموسم مين الاقرب؟ يعني هي زي العاده ما بتقول الاهلي والزمالك والناس اللي معاهم فلوس يعني ممكن يدخل طرف ثالث مع الاهلي والزمالك. لا حضرتك اللي تقول بيراميدز. يعني المنافسه بين الثلاث انديه دول الموسم ده. طيب مين افضل لاعب من وجهه نظرك في اللاعبين المصريين حاليا بخلاف طبعا نجمنا محمد صلاح لانه اصبح يعني ما شاء الله حسابات تقييمه اصبحت عالميه وليست محليه، خلاص هو في مستوى ثاني. هنتكلم عن عناصر منتخبنا الوطني ونجومنا في الدوري المصري. انا كان عاجبني اولاد والولاد دي الانديه بتاعتهم اتصرفت فيهم بالبخس. يعني الراجل الهباك بتاع النادي الاهلي ده حجازي
لا اللي بيلعب دلوقتي في السعوديه افتكر رمضان صبحي هو رجع من النجوم العائدين ويعرى ست شهور. انا عندي واحد زي رمضان ده اسيبه واحد لعيب هاي ما كنتش حابب انه يخرج اصلا. والتاني الغباك لا الغباك التاني ده سعيد اسمه حجازي وبنتكلم عبد الله السعيد. لا بس عبد الله اجهد النادي الاهلي في التفاوض. هو طبعا لا خلاف على موهبته والنادي الاهلي كان ممكن له اعلى تقدير ممكن ابني وانا مربيه كان ممكن ان انا اثر فيه. عبد الله السعيد ما سيبوش بسهوله نادي الزمالك. سيادة اللواء انا هفكر حضرتك بحاجه بقى. نادي الزمالك مشى مين بقى؟ مشى عمرو جابر ومشى رحيل ومشى واد اسمه محمد ابراهيم راجع دلوقتي طالع السما ورغم ان هو بقى له 5-7 سنين ما بيلعبش كوره. حوالي 7 اسامي لان الفلوس بتاعتهم حلوه الانديه بتاعتهم سابتهم عشان تجيب فلوس بس صراحة فنزل المستوى نزل مستوى الاهلي ونزل مستوى الزمالك. طيب احنا في موضوع عبد الله السعيد طالما حضرتك ضربت المثال ده عشان ما يبقاش الكلام فيه قدر من التناقض. حضرتك من شويه قلت انا ضد الانفاق الضخم اصلا وشايف ان الانفاق في مصر في الكوره بقى مبالغ فيه. لا عفوا بس اكمل سؤالي وحضرتك طبعا ابني. طب والنادي الاهلي اعلن تقديره له ماديا وادبيا ووصل معاه لاعلى حد ممكن في عمليه التفاوض لكن حضرتك تعلم شخصيه النادي الاهلي وانه مهما كان حجم النجم والتاريخ بياكد ده ما يفرضش شروطه. يعني النادي حاول يصل معاه لصيغه فيها مصلحه الطرفين وانها تبقى صفقه رابحه وين وين سيتويشن الاجانب بيسموها كده وكان هو له رؤيه ثانيه. طب رمضان صبحي رغبه اللاعب وقفش قدام رغبه لاعب في انه يجد فرصته في اوروبا يقولوا له لا ده انا واقف فوق رغبته ورغبه اللي خلفوه كمان. طب ما احنا كده مش هنطور الكوره. حضرتك مش عايز محترفين بقى لا انا هخرج ولادنا بره اقعد وراضيه وراضيه بالمعقول. لكن احنا دلوقتي بدأنا نبص لبعض. ده جاب واحد لعيب عنده ب 15,000 لا انا اجيب ب 20 لا انا اجيب ب 30 لا انا اجيب لا يعني حضرتك ضد خروج لاعبين الاحتراف في اوروبا تتمنى يفضلوا في الانديه المصريه؟ طبعا طبعا ده طبعا. توجهات مختلفة خالص طبعا عن لا لا طبعا 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 يعني حضرتك بتتكلم في اتجاه معاكس تماما. انا بلدي يناسبها ايه؟ انا بلدي يعني نفسك نجومنا يفضلوا انا بلدي يناسبها ايه؟ انا زعلان جدا على نادي الزمالك والنادي الاهلي انهم سابوا اولاد من اجمل ما يمكن سابوهم بسهوله جدا وباعوهم. طب كنت واحتمال ان يكون النادي كان محتاج فلوس. طب انا هختتم السؤال ده. حضرتك كنت تتمنى نجم بقدرات محمد صلاح يخرج يحترف في اوروبا ويصل المستوى اللي وصل له ده ولا يفضل في الدوري المصري؟ لا ده ما هو قياسا على اللي حضرتك ده عمله ده عمله نادره ده يعني كنت موافق على احتراف محمد صلاح ده خروج عن القاعده. طيب محمد صلاح حاجه ثانيه خالص. عموما نتمنى الامور تبقى افضل في الفتره الجايه والدوري المصري يبقى فيه العوده ودور الانديه الجماهيريه والشعبيه والتوازن حتى في الانفاق والشكل اللي كمان بيتمناه النادي الاهلي فكره ان يبقى فيه ميزانيات رابحه لهذا النشاط وتبقى صناعه ناجحه ان شاء الله تسويقيا. انا سعيد بيك النهارده واحنا سعداء بحضرتك. وانا اسف لو كنت انا يعني لا حضرتك شرفت حضرتك بتتكلم بحريه كامله. لا احنا عارفين قيمه انا وجهه نظر وجهه نظري كده. انا طول عمري اعترف بالكلام اللي انا قلته. حضرتك صاحب راي ولك شخصيتك وخبراتك الكبيره اللي بنعتز بيها حتى لو ارائك مختلفه مع اتجاهات كثيره حاليه ده يعني حق مطلق لحضرتك كضيف لينا وده منهجنا في قناه الاهلي عرض وجهات النظر بحريه كامله. يا رب يخليك. شرفتنا سياده اللواء حرب الدهشوري الرئيس الاسبق للاتحاد المصري لكره القدم. شكرا جزيلا. شاكرين جدا لحضرتك كتر خيرك. شاهدينا في نهايه هذا الحوار طبعا احنا في الفاصل هنتابع مع حضراتكم تقرير خاص ولقاء تم استعرضناه في فقره الاخبار مع حضراتكم للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي مع مدراء الافرع المختلفه ونوابهم ايضا للاطلاع على مرحله العمل في الايام القادمه. احتفالات رأس السنة وعملية التطوير على المستوى الإنشائي والخدمي والرياضي في النادي في كافة المقار والأفرع المختلفة للنادي الأهلي. بشكر حضراتكم على متابعة هذا اللقاء وأكرر الشكر لضيفنا العزيز سيادة اللواء الحرب الدهشوري الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم. وبعد الفاصل ابقوا معنا وبعد متابعة حضراتكم للتقرير ابقوا معنا والبقية في هذه الحلقة مع زميلي العزيز خالد العوض. النهارده كان في اجتماع مع الساده المديرين. انا اول حاجه ما هقول لك النجاح النهارده لو احنا كنا نجحنا فاحنا نجحنا بيهم ما نجحناش لوحدنا. مفيش حد بيشتغل لوحده ابدا. هو فريق عمل محترم جدا جدا. فريق عمل الجميل فيه اللي هو بيجمع بين الخبرات وبيجمع بين الروح الشباب الجديده وهي دي توجه اداره النادي وتوجه مجلس اداره النادي. فانت النهارده يمكن كابتن محمود الخطيب بدايته خالص من البدايه خالص اول لما جينا عشان خاطر نتكلف الاداره التنفيذيه طلب حاجات معينه وانا يعني متذكرها كويس جدا الانضباط
وعودة انضباط للنادي وعودة الروح بين الإدارات وإزاي نحافظ على الدورة المستندية والورقية، وخصوصا إن احنا شغالين النادي الأهلي مش قطاع خاص، النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا جدا جدا. فالحمد لله رب العالمين. يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا يعني كانت الهدف الأساسي لينا إزاي نحافظ على انضباط ونعيد للنادي الأهلي الحركة السريعة جدا في انضباطه للنادي الأهلي الناس متعودة عليه، وده كان بداية اختيار السيد اللي هو حسن مسعود بخبراته السابقة بوجوده داخل النادي بحرفيته في العمل، وخصوصا اللي هو كان في يوم من الأيام كان قائم بعمل مدير تنفيذي في النادي الأهلي، وأنا كنت شرفت أن أنا اشتغلت معه قبل كده، وبرضه يعني ليه خبرة كبيرة جدا جدا في قطاع مدينة نصر، يمكن أعضاء مدينة نصر حسوها خلال السنة اللي فاتت في 2018. فطبعا أنا بوجه له شكر الجزيل الشكر على المجهود اللي بذله معانا خلال 2018، ومستنين منه الجديد، وهو ده اللي احنا قلناه النهارده في الاجتماع. وأنا متأكد اللي هو الفترة اللي جاية حسن بيه مسعود هيقدم بفريق العمل اللي معاه هيقدم جديد لمدينة نصر وهيقدم جديد لأعضاء مدينة نصر، وخصوصا اللي هو يعني زي ما بنقول يعني هو حسن بيه مسعود أهل مدينة نصر أو فرع مدينة نصر، لما تيجي تدور على افضل العناصر اللي موجوده اللي ممكن تديله خبره هو سيد اللي هو حسن مسعود. وفي نفس الوقت برضه من ضمن منهج المجلس الاداره ازاي يبقى فيه عناصر شبابيه بتخش جديده، ازاي يبقى فيه دم جديد بيخش جديد في الاداره التنفيذيه، ازاي بتعد كوادر عشان خاطر النهارده يبقى فيه محمد مرجان مدير تنفيذي في مكان النهاردة أكتر من واحد يبقوا جاهزين يتولوا إدارة تنفيذية، إزاي مدير فرع يبقى عندي أكتر من واحد يتولوا إدارة الفرع، وهكذا على مستوى الإدارات كلها. وخصوصا أنت بتركز دايما وده النادي الأهلي على أبناء النادي الأهلي اللي هم عايشين في النادي الأهلي. فطبعا ده كان اللي هو حسن مسعود، وطبعا نفس القصة الشيخ زايد كان اللي هو محمود الفشاوي على المجهود اللي بذله والمجهود الرائع اللي بذله هناك في الشيخ زايد، وده شهادة أعضاء جمعية عمومية، شهادة عاملين، شهادة إدارة موجودة. فطبعا ده برضو كان لازم نوجه له الشكر لأنه عمل مجهود غير عادي. وفي نفس الوقت طبعا أخويا خالد مرسي هنا في مقر الجزيرة بروح العمل اللي اشتغل بيها هو الفريق العمل اللي معاه بروح التيم وورك اللي اشتغل، لأن هرجع أقول تاني يعني ما ينفعش النهاردة تشتغل وتنجح وانت لوحدك. عشان كده احنا النهاردة عملنا أول لقاء في نهاية سنة وبداية سنة، وأنا كنت أول حاجة بقول لهم بشكر أصغر عامل في كل فرع ما قدرتش أقعد معاه النهاردة، لأن هو أتمنى أن أنا أقعد مع الناس كلها بس ما أقدرش أقعد معاه، فبوجه لهم الشكر وأقول لهم كل سنة طيبين، من أصغر عامل لغاية كل مدير فرع وكل مدير إدارة تعب في النادي الأهلي. وخصوصا يمكن إحنا أهم أحداث في 2018 والإدارة التنفيذية فعلا ساعدت بها جدا جدا رغم وبذلت فيها مجهود جامد جدا جدا هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. وعلى ما أعتقد أو أدعي اللي احنا الحمد لله رب العالمين نجحنا في تنظيم، نجحنا في توفير الراحة للأعضاء، نجحنا في يبقى يوم الناس بتحس فيه في احتفالية وبتحس فيه بمشاركة فعالة اللي هي بتحط دستورها اللي هتمشي عليه النادي الأهلي اللي احنا كل طول عمرنا بنحلم اللي احنا عندنا لائحة نظام أساسي. وده من ضمن الاولويات انا شايف اللي ضمن الاولويات لمجلس الاداره اللي هو فعلا الاداره التنفيذيه اللي موجوده الحمد لله رب العالمين نفذت استراتيجيه مجلس الاداره ونفذت رؤيته في كان اهم ملف 2018 لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي تلاها على طول الجمعيه العموميه الاولى على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وده كان شرف لاي حد وفخر لاي حد. الحمد لله رب العالمين ده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. طبعا انا كنت لسه بقول لهم قلت لهم احنا السنه اللي فاتت 2018 يمكن مليئه بالاحداث على المستوى الخارجي او المستوى الداخلي نجحنا فيها الحمد لله رب العالمين، واحنا نجحنا عشان سبب واحد برضو انا بدعيه اللي احنا لغينا الاداره المركزيه او المركزيه في النادي الاهلي في الاداره. الحمد لله رب العالمين بقى كل فرع مستقل بذاته، كل فرع والمدير وهو المدير التنفيذي، وانا بقول اللي هو كل مدير في كل فرع احسن من محمد مرجان واحسن من المدير التنفيذي لانهم كلهم مديرين تنفيذيين لاماكنهم. فلغينا المركزيه دي، لغينا المركزيه في الفروع، وان شاء الله الفتره اللي جايه برضو هنلغيها اكتر من كده بكتير جدا، ندي الحريه للادارات مع الحفاظ على انضباط العمليه الورقيه او طبقا للوائح والقوانين. من الاخر لازم ننفذ لوائح والقوانين، لان في الاخر انا مش مؤسسه خاصه، انا مؤسسه بترجع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤسسه بترجع لوزاره الشباب والرياضه، لجنه اولمبيه، فيه جهات رقابيه كتير بتراقب عليه. فاحنا كل القصه عايزين نعمل كل حاجه بس في نفس الوقت مع احترام القانون ومع احترام اللوائح المنظمه في الموضوع ده وفي هذا الشأن. فالحمد لله انا شايف ان احنا فريق عمل نجح الحمد لله. الانجح برضو والنجاح برضو اللي يحسب لمجلس اداره النواب الافرع، ودي كانت اول مره تتعمل في السنه دي.
نائب لفرع مدينة نصر، نائب لفرع الجزيرة، نائب لفرع الشيخ زايد، ويمكن احنا ما عملنا نواب ومجلس الإدارة اقتنع بيها برضو نفس القصة في سياسة مجلس الإدارة، اللي انت ازاي يبقى عندك كوادر موجودة، ازاي عندك كادر النهاردة بتعده يصلح اللي هو يكون مدير فرع وبتدي له فرصته مره واثنين وثلاثه، ازاي النهارده تستعجل. وانا كنت لسه بقى اكلمهم النهارده الناس ما تستعجلش على الخطوه الجايه تبقى مدير، لان انت خلاص انت ما زلت النهارده موجود نائب او موجود مدير اداره، عندك فرصه تبقى نائب، عندك فرصه تبقى مدير، لكن لما بتبقى مدير الفرصه خلاص بالنسبه لك الغلطه زي ما بيقولوا الغلطه فورا، فانت الناس ما تستعجلش. انت النهارده انا مدير تنفيذي، انا قبلها كنت مدير مقر، قبلها كنت مدير جهاز سباحه، قبلها منتخبات، فالنهارده انت مدير تنفيذي خلاص ما بقاش عندك سقف، السقف بعد كده فما نستعجلش. فعشان كده احنا بنقول دايما التيم وورك، ونقول دايما الروح الجماعيه هي اللي بتنجح، واحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل هذا الكلام الحمد لله رب العالمين. وبنتمنى الفتره اللي جايه يكون فيها يعني مجهود اكتر من كده ويبذل اكتر من كده باذن الله مجهود. فاللي اقدر اقوله في 2018 يعني على مستوى الداخلي احنا عملنا عادة انضباط تاني للنادي بشكل كويس الحمد لله، قدمنا يعني خدمات للأعضاء ممكن يكونوا منتظرين مننا أكتر من كده، بس الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا على قد المستطاع اللي احنا نقدم الخدمات للأعضاء اللي هم محتاجينها. الحمد لله برضو ابتديت تشوف الرضا من أعضاء الجمعية العمومية على كافة مستويات الأعضاء الجمعية العمومية، مفيش حاجة أصل ده فئة معانا مع المجلس وده ضد، لا احنا النادي الأهلي طول عمره مفيش معارضة، النادي الأهلي طول عمره الانتخابات بتخلص، النادي الأهلي بيشتغل كله روح واحدة، عائلة واحدة، الأعضاء الجمعية كلهم لهم حقوق متساوية زي بعض. الحمد لله نجحنا في هذا الكلام على قدر المستطاع، احنا مش هقول إن احنا يعني المثاليين، لا احنا بنتشغل على قد ما بنقدر وبنحاول نلبي الطلبات على قد ما نقدر، لكن الميزة الوحيدة وأنا قلتها لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتقال اللي انت النهارده لاول مره في تاريخ النادي الاهلي على مدار ال 24 ساعه المديرين متواجدين، اقل مدير موجود 14 ساعه النهارده في اليوم او 16 ساعه في اليوم النهارده، مديرين النهارده كانت بتشتغل داخل النادي وبتطلع تنظم مباريات خارج النادي، وانت شفت المجهود بتاع تنظيم المباريات والجماهير قد ايه، انت ترضي كل الاطراف داخليا وخارجيا بحفاظ النادي الاهلي، بالحفاظ بروح النادي الاهلي، بالحفاظ بمبادئ وقيم النادي الاهلي، ما بتعملش خلل. لو انت ما عندكش روح الفريق الواحد اللي شغال في القصه دي عمرك ما كنت هتاخد خطوه لوحدك. فانا بقول الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا اللي انا يعني معايا مساعدين او معايا مديرين، مش هقول مساعدين، هم كلهم مديرين وكلهم اساتذتنا، حسن بيه مسعود استاذي واستاذ لواء الفشاوي استاذنا، فكلهم يعني مديرين، فريق عمل قوي هو ده اللي نجحنا، فربنا يسهل ان شاء الله. في قرار خطوه النهارده في الاجتماع؟ لا احنا بس اهم قرار اخذناه ازاي نقدم جديد في 2019. لانه موجود صعب جدا، انت 2018 قدمنا حاجات كتير الحمد لله رب العالمين، طب ازاي نقدم جديد وفي نفس الوقت تعالى بقى انت النهارده في مجلس اداره عنده استراتيجيه معينه، وفي نفس الوقت انت النهارده النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا هدفها الاساسي النادي الاهلي للرياضه البدنيه كويس. طيب انت عندك قطاع كوره محتاج مصاريف، عندك قطاع نشاط رياضي 19 لعبه محتاجه مصاريف، عندك قطاع خدمي محتاج مصاريف. لو الناس مش عارفه الحجم دوت احنا قعدنا بس الفتره اللي فاتت درسنا كمية القرارات اللي مجلس إدارة أخذها عشان خاطر لصالح القطاع الخدمي، احنا تعدينا ال 42 مليون جنيه. ليه؟ من أعمال صيانة على مستوى الثلاث فروع، لتطوير، لإيفنتات أنت بتعملها، لحركة، يعني أنت عايز تحسس العضو اللي هو النهارده فيه اهتمام قوي جدا بيه، اللي هو بدل ما يخرج بره، لا النهارده بيجي يقعد في النادي، بيلاقي شاشة بيتفرج عليها، بيلاقي خدمة، بيلاقي منافس، بيلاقي حاجات متنوعة، بدل ما اخرج بره ابني الصغير ده لا انا هو طول ما هو جوه النادي انا مطمن عليه. فاحنا المصاريف السنة اللي فاتت كانت عالية جدا جدا، وفي نفس الوقت انت عايز تشتري لعيبة كورة، عايز تشتري لعيبة في النشاط الرياضي على مستوى الالعاب، فحجم المصاريف اللي بتصرف كبيرة جدا جدا. فاحنا قلنا السنة دي ازاي بنحافظ على نفس القصة، مش هقول هنقلل من مصروفاتنا، لا احنا بنحافظ على نفس القصة واقدم جديد، وازاي استغل اللي عملته السنة دي ابني عليه، ما لغوش خالص، ازاي ابني عليه السنه الجايه. وهو ده الخطه الاساسيه والهدف الاساسي للمديرين الفروع ونجاحهم ان شاء الله باذن الله في التيم العمل اللي هشتغل معاه، ازاي اقدم مقترحات جديده، نبدا ناخد موافقاتنا من المكتب التنفيذي، نبدا ناخد موافقاتنا من مجلس الاداره، ونبدا على الفور نتحرك فيها، نشوف كل اللي فات احنا جمعناه وعملنا له حصر بشكل محترم جدا عشان نبدا 1/1/2019 بدايه الموسم عند حضرتك في 2019 هي اجازه نص السنه. وفعلا سياده اللواء حسن مسعود قال في اقتراح هو هيقدمه خلال الايام الفتره اللي جايه، وده برضو
اللي بنعمله على مستوى النادي. لو حسن بيه مسعود هذا الاقتراح تم التوافق فيه على مستوى الثلاث فروع احنا هننفذ على مستوى الثلاث فروع، لان احنا النهارده زي ما بقول لحضرتك احنا لغينا المركزات مش اسمها جزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، كله سواسيه، كله له حقوق، كله له واجبات، كله لازم يخش يلاقي ستاندر واحد. النادي الاهلي هتخش في الجزيره هو، هتخش في مدينه نصر حاجه واحده، هتخش في الشيخ زايد مستوى النظافه على مستوى واحد، مستوى المنافذ يبقى واحد. هقول لاعضاء الجمعيه العموميه لو في تقصير ال 2018 اكيد بيبقى خارج الاراده، لان كل الناس عايزه تشتغل وكل الناس عايزه تبذل مجهود، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نتلافى الفتره اللي جايه. يمكن ربنا انعم عليا ان انت اشتغلت مع ناس في الدوله، ناس مسؤوله، مع ناس كبار، ناس رموز. يعني انت لو تيجي تتكلم في مجال الرياضه انت كنت قاعد في يوم من الايام بتشتغل مع كابتن حسن حمدي، بتشتغل مع كابتن الخطيب، ويمكن انا مش هقدر اتكلم على كابتن الخطيب لان هو موجود دلوقتي رئيس مجلس اداره، فهيقول لك اصل بيك لا. فانت قعدت في يوم من الايام على ترابيزه وانت عندك 37 سنه، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، مهندس هشام سعيد، صفوان ثابت، استاذ ابراهيم صالح الله يرحمه، قامات موجوده انت بتشوفها ازاي بتتعامل. خلاص اتعلمت منهم حاجه واحده، يعني كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب اتعلم منهم حاجه واحده بس، اعمل الصح وارمي بقى كله ورا بعض. طالما بتعمل الصح انت هتزعل، خلاص انت عرض، لكن انت طالما بتعمل الصح وعارف اللي هو الصح استحاله عمرك هتزعل. خلاص فانت في نفس الوقت انت بتحاول ما بترضيش البني ادمين، انت بترضي ربنا سبحانه وتعالى. وتفرق في شغلك بين الشده اللي حضرتك بتقول عليها كده وبين الحالات الانسانيه وبين المشكلات الانسانيه، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع المديرين. احنا النهارده بشر، انا نازل من بيتي عندي مشاكل في البيت، عندي مشاكل في ولادي، عندي مشاكل في مدارس، عندي ازاي تبقى انت ناجح تقرب منه في المشاكل دي، ازاي انت تحاول تحل مشاكله. لو هو حس بيك انت بتحل مشاكله اكيد لازم يحبك، لازم يحترمك. طب قبل ما اقول لك النهارده التزم في شغلك لازم اكون انا ايه؟ لازم اكون ملتزم. هقول لك تعالى بدري وانا ما بجيش بدري، طب ازاي؟ هقول لك انت اقعد معايا انا قاعد النهارده وانت يعني وانا مش موجود، طب ازاي؟ ما هو انت لو انت موجود في فرق بين المدير وفي فرق بين يعني زي ما بيقولوا يبقى قائد في مكانه او قائد في شغل، لازم تبدا بنفسك الاول. انت طبع على نفسك اللي انت عايز تخلي الناس تشتغل، طبع على نفسك الالتزام، طبع على نفسك الانضباط، طبع على نفسك بقدر الامكان، العدل ده صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، بقدر الامكان تكون عادل للناس، بقدر الامكان ما يبقاش فيه اهواء شخصيه. احنا الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين على مستوى الثلاث فروع احنا بنحتفل بعيد راس السنه وبعيد الكريسماس. عندنا دلوقتي النادي الاهلي مركز في حاجه واحده، قطاع كره القدم، ولنا سبورت لقطاع كره القدم، للجهاز الفني الجديد، لرئيس مجلس اداره المتولي هذا الملف، كلنا سبورت ليه. فانت بتحاول الاول نقفل القصه دي بالكامل، واكيد ان شاء الله باذن الله اي انتصار بيحصل هو ده الاحتفاليه بتاعت الاداره، هو ده الاحتفال بتاع اعضاء الجمعيه العموميه، هو ده احتفال بتاع جمهور النادي الاهلي. النهارده في ناس تقول لك ما تجيبش كرسي وما تجيبش وما تجيبش، بس نعمل الفريق، هات في كره اليد، هات في الباسك. وهو ده السياسه اللي كابتن الخطيب النهارده بينتهجها مع النشاط الرياضي بالذات. كل بطوله زي ما انت شفت احنا من ثلاث ايام واربع ايام الاهلي باسكت مرتبط رجال وسيدات، الحمد لله رب العالمين، دوري مرتبط رجال وسيدات. فدي خطوه بتنسيك بقى كل التعب وكل المجهود وكل القصه دي كلها. اللي ربنا يسهل انت بتطور في قطاع كره اليد، جاي مدير فني اجنبي في قطاع السباحه، في على مستوى القطاعات كلها. فانت الحمد لله احنا مكتفيين السنه دي، بس ان شاء الله باذن الله الاحتفالات او مظاهر الاحتفالات اللي احنا عملناها لاعضاء الجمعيه العموميه، بنهني اخواتنا الاقباط باعياد الكريسماس واعياد الميلاد المجيد، وتبقى سنه جميله عليهم ان شاء الله باذن الله. وزي ما بقول لك احنا هنركز باذن الله في الايفنت بتاع نص السنه باذن الله، عشان خاطر نقول لاعضاء الجمعيه العموميه قضوا نص السنه معانا في ظل الظروف اللي موجوده، في ظل الظروف لا تعال قضي معانا في الثلاث فروع، هتلاقي كل حاجه باذن الله. الولد الصغير هيبقى مبسوط، رواد النادي الاهلي هيبقوا مبسوطين، كافه الاعمار السنيه هتلاقي اللي بيخدمها في النادي الاهلي ويكون متواجد. وفي نفس الوقت طول ما ابني موجود هرجع اقول تاني في النادي انا مطمن عليه، لان احنا اتربينا كده. وكل سنه وهم طيبين، اعضاء الجمعيه العموميه وجميع النادي الاهلي والعاملين بالنادي الاهلي، الجمعيه العموميه مستنيه منكم كتير، الجمعيه العموميه منتظره منكم مجهود اكتر. من اصغر عامل ليك دور مهم جدا جدا، لغايه المدير، لغايه رئيس مجلس اداره. شوف رئيس مجلس ادارتك بيعمل ايه، غصبا عنك لازم هتعمل، هتشتغل زيه، وغصبا عنك لازم هتحب نادي، غصبا عنك لازم هتيجي على نفسك عشان خاطر النادي الاهلي.
الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، والفقره الثانيه النهارده في برنامج الاهلي الليله وفقره مهمه، فقره فعلا انا حابب وانا جاي النهارده كنت الم كل حاجه عنها، لانها فقره مهمه جدا للمجتمع المصري وليس للرياضه بل للمجتمع المصري، لما يكون يتضافر كل الجهود وتمشي في اتجاه واحد فنطلع منتج كويس، نطلع منتج من الشعب المصري، منتج قادرون باختلاف، قادرون باختلاف، دي حاجه مهمه جدا 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 فعلا. هنبدا حديث مع المهندسه امل مبدا، هي رئيس الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنيه المصري والافريقي وعضو مجلس اداره الاتحاد الدولي للاعاقات الذهنيه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. بصي زمان هرجع بس اقول لك كلمتين، وانا زمان بشتغل في النادي الاهلي كنت بشتغل في النشاط الرياضي، فكان عندي ملعب كنت بحب اروحه بستريح نفسيا. اول ملعب على اليمين. اول ملعب على اليمين بس. كلها بنساها والله العظيم، كنت لما الدنيا كانت بتقفل معايا كنت بروح الملعب ده، وهو ملعب الاعاقات الذهنيه في النادي الاهلي، تحس فيه بروحانيات كده وبوزيتيف انرجي وطاقه ايجابيه وحضن وبوسه وحنيه، وتقولي ايه ده، احنا عاملين ايه؟ صح. يعني احنا متسارعين في ايه؟ صح. واولادنا اللي هم اولادنا اولاد مصر بيعملوا حاجات مختلفه. ده حقيقي. السلوجان عظيم، قادرون باختلاف، ايه الكلمه دي معناها كبير. اه فعلا انا حاسس قادرون باختلاف، لما لقيت فيها وراها معاني كتيره. كلنا قادرون وباختلاف، سواء معاقين او غير معاقين، كل واحد ربنا اداله القدره بتاعته بس مختلف. تمام. حضرتك تقدر تبقى اعلامي، انا ما اقدرش. كويس. انا اقدر اعمل حاجه حضرتك ما تقدرش. ولادي يقدروا هم على اختلاف قدراتهم، يمكن الكلمه اللي قلتها حتى يوم حبيت اوضح، قلتوا هتشوفوا النهارده في الاحتفاليه دي، لان انا بدربهم طول الوقت وعارفه بيعملوا ايه، فقلت هتشوفوا المتميز وهتشوفوا الاقل قدره وهتشوفوا الاقل، لكن كلهم قادرون، كل واحد حسب قدراته سواء الذهنيه او الجسديه او اللي ربنا حباه بيها. احنا دورنا ايه؟ ان احنا نحترم ده. تمام. دورنا ان احنا نعمل ايه؟ نشوف ده ونقول الحمد لله، ونقول ندعم هذه الفئه اللي مسكوت عن حقوقهم سنين طويله في مصر للاسف. حقوقهم وندعم حقوقهم، تعبير قوي. انا قاعد معاكي بتكلم بصراحه شديده، اكني مش قاعد في الهواء بتكلم معاكي بره الهواء، لكن ندعم حقوق. اعتقد ان في اخر فترات دي الموضوع اختلف. حقيقي. اختلف ازاي معاكي؟ بص هو اختلف حقيقي من يوم، والله ولا مداهنه، انا متطوعه تماما في هذا الامر يعني. انا عارف. انا متاكد. لا يعني قصدي مش بأداهن ولا كده. لا خالص. يوم فخامه الرئيس حط الملف ده في اولوياته الموضوع اختلف تماما. وزارات شغل، كود الاتاحه اللي بيطبق في المدن الجديده، المؤسسات الدوله اللي بيتعمل فيها كود اتاحه ووظائف بتتشغل بجد. انا لما بخبط على اي وزاره بلاقي كل الدعم، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التضامن، الرعاه، لما بتروح تقول لحد رعاني الناس بقت فاهمه يعني ايه قضيه اعاقه في مصر. واذا كان لسه في حد اسمه معاق فبرضه احنا اللي بنعيق المعاق، ما فيش حاجه اسمها معاق، هو معاق مني ومن حضرتك بسببنا. انا النهارده لما وفرلوش فرصه يبقى انا فرصه عمل، انا اللي بأعيقه عن ان هو احنا اللي غلطانين. بالظبط كده. بالزبط. لو انا النهارده المبنى بتاع حضرتك ده مش محطوط له سبل اتاحه ان يدخل بويل تشير، يبقى حضرتك اللي بتعيق، لكن هو ذو اعاقه، وهو ده الكلمه اللي انا اصريت ان انا اقولها في كلمتي قدام يوم الاحتفاليه. في فرق بين ان واحد ذو اعاقه وفي فرق بين المعاق. المعاق هو معاق من المجتمع. لما في شركه عشان تحقق ال 5% تجيب ال 10 بني ادمين او ال 50 وتقعدهم في بيتهم وتديهم المرتب عشان بس تستف اوراق، يبقى هو بيعيقه عن انه يبقى انسان ناجح في المجتمع. بصراحه ده بيحصل في البلد طبعا، يعني احنا نستف 50 في شركه طبعًا. دي صراحه بيحصل، بيحصل. ويديله مرتب، طب ما تستفاد منه، ما تشوف هو يقدر يعمل ايه ووظفه. ما هو اكيد القادرون باختلاف اكيد عنده قدره انه يقدر ينتج لك حاجه، فبدل ما انت بتديله مرتب يديك ورقه اعمل حاجة. مليون حاجه تتعمل، ومنهم يعني منهم مش هقول لك قادرون، العلم بيثبت انه في المصانع لو حطينا خطين انتاج جنب بعض المعاقين ذهنيا قدرتهم على الانتاج ب 35% اكتر من غير المعاقين.
ليه؟ لانه احنا الاثنين النهارده دلوقتي قاعدين مع حضرتك، انا بفكر في ابني، بفكر اما اروح والطريق لغايه التجمع وليله طويله. صح. هم بقى قاعدين فيري تاسك اورينتد، هو قاعد بيفكر انك قلت له ركب القلم ده كده واعمله والناحيه دي تبقى كده، ولا بيفكر في اي حاجه، هو بيشتغل كده. فطاقته الانتاجيه عاليه جدا، انا اسف. فليه ما بنحترمش ده؟ ليه ما اخدش ده؟ هسالك سؤال اتفضل بصراحه برضو. هو انت قلتي في اول لما سياده الرئيس حط ايده على الموضوع او حطه في اولوياته طبعا بدات الدنيا تجري، هو المفروض ان سياده الرئيس ياخد كل الاولويات قدامه عشان في بلدنا؟ بلدنا عايزين لا، ما هو قادرون باختلاف، لازم نختلف. بس هو هو يعني هو هي كانت بدايه. عايزين بداية. بقى نستمر بقى، اقول لك حاجه، كانت بدايه، ولا انكر انه برضو حضور الرئيس الاحتفاليه بتاعتنا اللي كانت من يومين، انا مش قادر اقول لك في الاربع ايام دول بيحصل فيهم ايه. كم الوظائف اللي عماله تيجي لولادي، كم الاعلام اللي بيظهروا فيه، كم الناس اللي شافتهم بطريقه مختلفه. انت عارف يعني ايه انه الناس تكلمني في التليفون تقول لي امل العيال ظاهرين مش بصعبانيات، وهو ده اللي انا بشتغل عليه بقالي سنين. انا عمري ما دخلت انه بص والنبي والولي وبص ده معاق وخالص. الولاد دول انا بتعلم منهم، انا بشوف معجزات منهم في دنيتي ما شاء الله، وبشوف حاجات كتيره جدا بيقدروا يعملوها. يبقى ازاي النهارده لما اجي اكلم حضرتك عليهم اقول لك بص والنبي وقف؟ لا، الموضوع مش كده خالص. عجبني جدا فيكي ان انت مش بتدوري على الصعبانيات، اللي انت لو سمحت عشان خاطري انت حاطه الولاد في حته عاليه جدا. ده حقيقي دي حاجه مهمه. وبص يعني الحمد لله رب العالمين ان من يوم ما ابتديت اشتغل في الملف ده انا ما كنتش بروح احطهم في مركز الشباب يظهروا فيه. انا اول احتفاليه عملتها في جامعه مصر، جامع اللي هو بيعمل فيها مسرح مصر. تاني واحده عملتها في جامعه القاهره. صح. ثالث واحده عملتها في المناره. كل ما هتعلي الايفنت كل الناس تبص له احسن. بالظبط كده. فانا ما بروحش ادور ان انا احطهم، لا انا بحطهم في اعلى حته في مصر. اما توقفهم في مسرح جامعه القاهره اللي جه عمل فيه اوباما يبقى انت بتحطهم في مكان، لما رحت المناره لا انت في احسن مكان في مصر بتحطهم، لان هم يستحقوا ذلك. ولازم تحطهم بما يليق بيهم، انت عايز تظهرهم للمجتمع، هم طول الوقت المجتمع شايفهم ايه؟ غلابه، ضعاف، عيني، لا هو مش عيني خالص. مش عيني خالص. هو مش عيني خالص. انت ليهم حقوق وعليهم واجبات. خد اديهم حقوقهم. طبعا. وخد واجباتهم. وطبعا. صح. مش بيتدرب وبيروح يجيب لك ميداليه. صح. ويجيب ميداليه احنا ما بنعرفش نجيبها كغير معاقين. لا احلى حاجه ان انت حابه الموضوع، وعشان كده لازم هنخرج بس لكلمه مهمه المهندسه امل مبدا قالتها مع سياده قدام سياده الرئيس، هنسمعها وترجعوا لنا مره تانية. فخامه الرئيس، الحضور الكرام، حبيبتي من ضفايرها طل القمر وبين شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصحي الحياه في النبات. حبيبتي بتعلمني أحب الحياة، يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق، لو الزمن ليل ما يرهبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصحي شمس الشروق، للحلوة قلب كبير يضم الولاد وزاد وزوادة وضلة وسبيل، وكلنا عشاق ترابها النبيل. للحلوة قلب كبير يضم الولاد، احنا النهاردة في قلب مصر وقلب رئيس مصر وأهل مصر، عارفين يعني ايه لما كلكم تكونوا موجودين النهاردة وعلى رأسكم فخامة رئيس الجمهورية عشان تشوفوا احنا بنعمل ايه وكنا فين ورايحين فين. اتوجه لك فخامة الرئيس بالشكر بالنيابة عن الاشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالشكر على تلبية دعوة ابنائك ودعمك المتواصل للقضية. الموضوع مش احتفالية، الموضوع قضية كبيرة بقالها سنين طويلة. مصر الفرعونية كانت أول دولة في العالم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة. المعاق هو معاق من المجتمع، لما ما وفرش سبل الإتاحة يبقى أنا اللي بقى عيق، مش هو اللي معاق، هو ذو إعاقة، بس أنا لو ما عملتش ده أنا اللي بقى عيق، وعشان كده بنقول عليه انه معاق، معاق مننا. هناك بردية مكتوبة من عصر الأسرة 21 بتقول: لا تسخر من أعمى، لا تهزأ من قزن، لا تقف في طريق رجل أعرج،
لا تكون عابس الوجه حينما يكون قد تعدى الحدود. لا يعلو صوتك بالصراخ عندما يخطئ. فخامة الرئيس، من 4 سنين كان لي الشرف أني قدمت احتفالية للأشخاص ذوي الإعاقة قدام حضرتك في الدفاع الجوي. الدنيا اتغيرت قوي مع أولادي في 4 سنين دول. إقرار قانون إعاقة، بطولات محلية إقليمية وعالمية، نواب من ذوي الإعاقة، كود إتاحة بيتطبق في جميع المدن الجديدة، أول مذيعة في العالم بطلة من أبطال الاتحاد. لو حضرتك فاكرها يومها قالت لحضرتك أنا بحبك قوي وعايزة أسلم عليك زي ما شفتوا كده في الفيلم. إحنا في الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة بنحاول نقدم كل اللي يحتاجه أبطالنا، أنشطة رياضية، اجتماعية، فنية، طبية. ولادنا محتاجين كتير قوي، بس عندنا ثقة في ربنا وفي مجتمعنا وفي رئيسنا إن إحنا هنقدر. كلنا قادرون باختلاف، وده اللي هنشوفه النهاردة. هتشوفوا اختلافات في القدرات، في المتميز وفي المتوسط وفي الأقل قدرة، زي ما ربنا خلقنا كلنا، وده اللي هنعيشه النهاردة. اللي عايزين المجتمع كله يعيشوا معانا وبنفس الطريقة دي. هتشوفوا أبطالنا باختلاف قدراتهم، لكن في الآخر كلنا قادرون. الحقيقة أنا في أي احتفالية بطلب من الحضور إنهم يحيوا الأبطال الحقيقيين وراء كل النجاحات. التحية النهاردة هتبقى مختلفة بوجود فخامة الرئيس والوزراء والحكومة وكلكم. تحية للأهالي اللي أمنوا بقدرات أولادهم وسندوا ودعموا. تحية بتقول إحنا معاكم وفي ظهركم وهنقدر بيكم وبأولادكم. شكرا فخامة الرئيس. تحيا مصر دائما وأبدا. كلمة رائعة. بدأت بأبيات شعر، حتى انا سالت المهندس امل بصراحه قلت لها هو ايه ابيات الشعر دي، انا مش متابع الافلام والمسلسلات، فهي تقول ايه ابيات الشعر الجميله دي وفرعوني في النص وكلام عمي لميت اللغات المصريه كلها في حته واحده. انا بحب الشعر كويس، ودي اغنيه انا بعشقها، دي الاغنيه اللي بينهي فيها عمار الشريعي الفيلم بتاع كتبت الاعدام، اعتقد اللي كاتبها سيد حجاب، حبيبتي من ضفايرها طل القمر وبين شفايفها ولا ندى الورد بات كويس. فهي كلها عن مصر وان احنا كويس. عشاق طربنا، فانا فيها حته اللي بتقول ايه انت عاشقه لمصر طبعا اكيد طبعاً. كلنا طبعاً. دي حقيقه اتفضل. احنا عشاق طربها النبيل فعلا دي حقيقه، يعني البلد دي تستاهل كل خير اكتر تستاهل كل خير دي حقيقة. واحنا نقدر نخليها احلى بلد في الدنيا. انا بشوف دايما العيب في مصر هو الناس اللي ما بقاش عندها انتماء للبلد. الحكومة يعني أنا كل يوم ببكي وحياه ربنا في طريق ما بين المقطم والتجمع، الحكومة عاملة زي الفل، كل يوم عربيات النقل الزبالة والحجر بترمي فيه، الطريق متكلف ملايين. طب إحنا ليه بنعمل كده؟ إحنا اللي بنبوظ بلدنا. صح أنا معاكي. طيب خلينا باشمهندسة نرجع، بس طبعا كلمة رائعة وكلمة عظيمة، لكن خليني أرجع، أنت مهندسة مدني احنا جينا المجال ده ازاي؟ يعني مهندس مدني، عماره، تبني، فلوس، حاجات كتيره بكلام بصراحه والله. انا دخلت، انا كنت عايشه في الدنمارك كويس، فلما رجعت مصر اشتغلت كذا حاجه ما لهمش علاقه بالهندسه برضو. تمام. وبعدين كان في اشتغلت كمدير وطني للاولمبياد الخاص. الاولمبياد الخاص هي جمعيه اهليه تابعه لوزاره التضامن كويس، بتشتغل مع المعاقين. اول مره اشتغلت معاهم حسيت ان انا ربنا بيفتح لي باب من ابواب الجنه، اللهم يا رب احسبه كذلك، يعني يا رب. امين يا رب. وجودي مع الولاد ولما شفتهم وتعاملت معاهم وحضنهم وسندوا حاجه مختلفه. انا جربت بصراحه بجد، يعني حاجه مختلفه. انت بتتعامل مع اهل الجنه اللي ماشيين على الارض، دي حقيقه. اهل جنه هم دول جزء من دول، هنشوف يعني هيدخل الجنه باذن الله مننا هيشوف دول موجودين هناك اعتقد. فالحقيقه حبيتهم جدا، اتعاملت، كنت بشتغل، يعني ده كانت وظيفتي. بعد كده بعد 4 سنين من شغلي معاهم والحمد لله عملت نجاحات يعني قويه جدا، انتهت بحضور
فخامه الرئيس الاحتفاليه اللي كانت معموله في الدفاع الجوي 2014. كويس. كانت مفاجاه بالنسبه لك اللي حضر الرئيس 2014؟ اه طبعا. اه كانت مفاجاه. وكان ما كانش حد بقى بيقول لك خلي بالك الرئيس جاي، لا انا احسن الولد يعملوا حاجه غلط يعملوا حاجه صح. لا دي في الاحتفاليه دي بقى اللي اتقال لي كده. هي كده في دي بقى قلق. اه يا نهار ابيض، يعني احنا اصلا في الاحتفاليه دي انا بقى لي شهرين انا ولا عارفه ان الرئيس جاي. بعت له دعوه وبعتاله ان انا عايزه يعني امنيه عندك ان هو يحضر، اقصى امالي انه هيحط الحدث تحت رعايته. كويس، دي اهم حاجه عندك. اه وانه احتمال يحضر. كويس. يعني انا عامله الدعوه بس طبعا الامل ان هو يرد ويقوله بسبب مشاغله وبسبب حاجات كتير. يعني مش مش, مش 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 اكيد يعني. كويس. بس الولاد بتتدرب واحنا هنعمل الحفله وخدت المكان والعيال شغاله وحقيقي كل فنان داخل معايا انا والله بس بديهم حقهم. الفنانين دي كلها بالمصمم الازياء بالمخرج، الناس دي كلها داخله متطوعه لوجه الله، لا يتقاضوا مني اجر تطوعه ومن غير ما يعرفوا ان رئيس الجمهوريه جاي، عشان بس ما حدش يقول ان ده اللي سمعته. في ناس بتزايد اكيد. بصي خلي بالك برده في ناس بتزايد لما عرفوا ان الرئيس جه. لا فجم. كل الناس دي جايه ويتم الاتفاق معاها وهيحضروا ومشاركين في الحدث ده. بالعكس ده في منهم كانوا جايين ما عرفوش يدخلوا نتيجه ان الرئيس جه قبله، زي عمرو يوسف مثلا. كويس. يعني عمرو عامل لي فيديو قال لي امل انا في العربيه اهو قدام المناره البدله اهو وانا اهو والباب اتقفل عليا. الباب اتقفل خلاص طبعا. فلكن كل الناس دي مشاركه عشان هي حابه هذا العمل، فعملنا كل اللي علينا، عملنا الاحتفاليه الولاد بتتدرب، وبعدين فوجئنا بقرار ان رئيس الجمهوريه جاي الاحتفاليه. ابتدى بقى الرئيس جاي، لا الفقره دي مش حلوه متلخبطه. طب ما تتلخبط هم معاقين يعني، ده احنا انا طالعه كنت لو انت ممكن تتلخبط دلوقتي واحنا قاعدين. انا طالعه يعني مشكله قادرون باختلاف دي حقيقة. يعني ايه المشكله لما يتلخبط؟ آه لا اصله هيتلخبطوا قدام رسمه يتلخبطوا. ابتديت بقى الخناقات انه آه لا المنظر بس الحقيقه العيال انصفوني وزي هم حدث. مش انصفوكي، هم يعني ربنا كريم عليهم تعبوا فربنا كرمهم. يعني عايز اقول لك اليوم قبلها بالليل والله يا كابتن خالد انا مروحه البيت، انا كنت يعني بقالي شهرين بدخل بيتي واحده واثنين بالليل تمام، من تسجيل الدنيا للاغنيه للفقره دي لدوري على مطرب، وطبعا الملحن بقى مطلع يعني هو جميل هشام الصوت مش عاجبني قوي. هشام جمال صح؟ هشام جمال جميل قمر سليمي يعني قمر. انا ليه علاقه شخصيه دي حاجه يعني جميله بصراحه. عايز اقول لك شخصيه ربنا يعني يخليه لشبابه 27 سنه دي وولد جميل. وبعدين قال لي الاول هلحنها لك بس دنيا جدولها مش فاضي. تاني يوم امل دنيا سمعت الاغنيه وهتبقى معانا. بص رزق العيال دي ده اللي انا بقى شفته في السنين الطويله معاهم. العيال دي قول بس انوي ان انت تعمل لهم حاجه، قرر بس مفتوحة. يعني لو عبد الحليم حافظ موجود كان زمانه جه غنى. هي فعلا كل الناس بتحب مداخل الخير او تمشي في الخير. لكن خلينا نرجع لشويه برضو ورا، انت خلاص انشاتي واشتغلتي في الموضوع وحبتيه، ازاي حضرتك فكرتي للاتحاد الرياضي؟ ازاي قلبتي الموضوع من مشاركه عاديه لمنافسه رياضيه؟ طيب الاولمبياد هي الكل فائز، دي كويس. ترويحيه ترفيهيه عشان كده لما بيسافروا بيجوا تلاقيهم جايين ب 200 ميداليه و 180 ميداليه الكل فائز. ده نظام الاولمبياد. الاتحاد الذهني كان لجنه تحت مظله اللجنه البارالمبيه ومحدش بيعمل له شغل قوي. وانت عارف الذهني ما لهمش صوت، يعني دايما الحركي يقدروا يدافعوا عن حقوقهم طبعا، السم يقدروا يدافعوا، الاعاقه البصريه هيتكلم ويقول، الذهني ما لهمش صوت خالص. فابتديت كان ايامها سياده الوزير طاهر ابو زيد كويس، فرحت له قلت له يا كابتن طاهر عايزين نعمل اتحاد كده، قال لي انا معاكي قدمي اعملي جمعيه واعملي جمعيه عموميه واشهر. والحقيقه اشهر الاتحاد في 2014 لما جه المهندس خالد عبد العزيز. 2015 كان كنا واخدين اشهار مؤقت كان بيتم التجديد لنا كل سنه كويس. فتم التجديد لنا مرتين من المهندس خالد عبد العزيز. بعد كده بقانون الرياضه الجديد كان انتخابات، فيعني انا اشرف ان انا من اول اشهار الاتحاد من 2014 لغايه 2018 انا رئيس الاتحاد خلال الاربع سنين دول. وشرفنا بقى ان احنا خدنا رئاسه الاتحاد الافريقي، واول منصب خدناه دولي كان سكرتير عام افريقيا، وبعد كده عضويه الاتحاد الدولي في وقت قصير جدا. يعني الاتحاد الحمد لله عمل نجاحات في اقل من اربع سنين. اتحاد دولي عمره قد ايه؟ الاتحاد الدولي حاجه 20 سنه واحنا اربع سنين حقيقي انجازات كتير. الحمد لله. في حاجه عملتيها جوه الاتحاد الدولي او جوه الاتحاد المصري اخذها الاتحاد الدولي وطبقها على الاتحادات بالزبط. ودي حاجه مشرفه جدا الحمد لله. عملنا تجربه التصنيف كويس. التصنيف ده
قبل يعني قبل الاتحاد المصري كان ايام الاولمبياد او احنا كاتحاد لما بينزل سبق ينزل الداون سيندروم مع التوحد مع التاخر. كويس. التوحد والتاخر قدراتهم الجسديه مختلفه عن الداون سيندروم. الداون سيندروم ليه مواصفات خاصه ربنا خلقه بيها اضعف جسديا. تمام. فكان يا عيني دايما الداون سيندروم الاهالي بيشتكوا انه ما لهمش سباقات خاصه. كويس. وان هم دايما لو في سباق نازل بيطلعوا الخامس والسادس رغم انه بيتدرب. فعملنا فصل للاعاقات بحيث ان الداون سيندروم بيسابق اقرانه من الداون سيندروم. ما شاء الله. التوحد بينزل مع التوحد، التاخر بينزل مع التاخر. نظمت الصفوف عشان تقدري الناس تتنافس في الحته بتاعتها. بالظبط كده. مظبوط كده؟ فكان في نوع من العداله. مهما اقول لك التجربه دي لاقت ترحيب من المدربين ومن الاهالي قد ايه، لانها حققت العداله. التجربه دي على الطاعه عفوا في الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي طبعا لقى انها تجربه ناجحه جدا. اول اتحاد عملها في العالم كان الاتحاد المصري وبتطبق دلوقتي في جميع اتحادات العالم. ما شاء الله. من واقع التجربه المصريه. من واقع التجربه المصريه. وخلينا في التجربه المصريه، التجربه المصريه تجربه ناجحه جدا بالنسبه لي شخصيا، واعتقد الارقام والانجازات اللي انت عملتيها او الاتحاد عملها موجوده قدام الناس. خلينا نقول ان اتحاد الاعاقه الذهنيه، اتحاد الاعاقه الذهنيه هو الاتحاد الوحيد اللي بيصرف على نفسه، الكلام ده صح؟ اه طبعا. ده عشان بس يبقى الناس عارفه. وهي الفخر. تعالي احنا الاتحاد هنقول ما بنصرفش، يعني كل الناس كل الاتحادات بتكون عايزه دعم من الدوله، لكن اتحاد الاعاقه الذهنيه هو الاتحاد اللي هو اللي يكون منذ انشائه المفروض احنا ندعمه بماليات وكده. اعتقد ان ده لا انا يعني وزير الشباب موجود دكتور اشرف صبحي، يعني هو الحقيقه انا بفخر. هو مره كان في اجتماع قال لهم ما تعملوا زي الاتحاد الذهني ما بيعمل. لا احنا انا يعني انا بشوف ومجلس الاداره معايا ان احنا واجبنا بما اننا تطوعنا لهذا العمل ان احنا نقوم بيه على اكمل وجه. فاحنا دورنا بما ان انا بقيت عضو مجلس اداره دوري ان انا لازم انمي موارد الاتحاد، ما اقعدش حاطه ايدي على خدي وكل بقى علمني بقى الاتحادات الثانيه. لازم الاتحادات الثانيه كلها تتعلم. وكل كده اروح اقول له والنبي اديني يا سياده الوزير عندي سفريه، والنبي اديني لا طب ما انا اقدر اروح لرعاه واقول له تعالى. وبما ان انا بعمل نجاحات، يعني انا ناس كتير هاجمتني انت ليه بتعملي احتفاليه وبترقصي العيال وبتعملي لهم انا ليه اهداف؟ اولا دي حفله تنميه موارد الاتحاد. هقول لحضرتك حاجه، انا النهارده حضرتك هاندبول صح؟ مظبوط. كام واحد بيجي يتفرج في مصر على الهاندبول؟ مش كتير. مقارنه بكره القدم اكيد. تخيل بقى لما اعمل هاندبول معاقين كام واحد هيجي لي؟ لا هيجي كتير. اكتر من العادي. لا مش هيجي. لكن لما اعمل احتفاليه فيها وفاء عامر وفيها دنيا سمير غانم. انت عامله ميكس بالظبط بين كل الاطراف. الاحتفاليه دي لما بيبقى فيها كده بتلاقي كم الناس اللي بتجي لك اكتر بكتير. فانا بالنسبه لي الراعي دايما لما بيدي لك فلوس هو عايز ايه؟ عايز ماركتنج، عايز اسمه يظهر. فانا النهارده لما ظهروا في حفله في التلفزيون ودي ام سي بتنقلها ولا قناه الاهلي بتنقلها ولا ده هو بياخد اكسبوجر هو عايزه. مظبوط. فدي نقطه. النقطه الثانيه، انا حققت المعادله ان انا اولادي دلوقتي بقوا نجوم. انا العيال بتكلمني، انا مش عارف مين وقفني في السوبر ماركت، انا مين قال لي امضي لي. انت حولت هؤلاء يعني هذه الكيانات، مش انا يعني، هذه الابطال، هؤلاء الابطال طلعتيهم في الساحه. بالظبط كده. فبقوا باين انه بيغني بيرز. انت شوف الولد وهو طالع جنب وفاء عامر ولا جنب ايهاب فهمي ولا جنب اشرف عبد الباقي. مين اللي كان بيغني؟ مين اللي كان بتغني؟ كانت في واحده بتغني بتغني في في الاحتفاليه. في انهي اخر احتفاليه؟ لا في دنيا سمير غانم عملت اغنيه مع خمس اعاقات. كان عندي اتنين داون سيندروم. هي دي؟ دي ده محمود، ده بطل عالم على فكره في السباحه. تفاهم مجتمع. دي عامله 2 مليون مشاهده. ما شاء الله. ده توحد احمد الشيخ. قمر طبعا. بصي قمر جميل. أمر. انا مستحيل لو انت ما قلتيش انا مش عارف. توحد. كويس. نانسي إعاقة حركية. ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر من غير فروق. مين اللي كاتب كلماتها؟ هشام سليمان. دي ام سي، رئيس قنوات دي ام سي، ومعاه محمد ابراهيم صاحب هشام جمال. هشام جمال ملحن؟ هشام جمال الملحن. لازم هو هشام. ومادي العامل. مين بس عشان بس نعرف الابطال؟ ده حبيبي عبد الرحمن. ده إعاقة بصرية. ما شاء الله عليك. خلينا نسمعها شوية. يا ريت. نسمعها. عاملة 7 مليون مشاهدة. ما شاء الله. وأملنا فيكم لو مرة تهنا نبص.
اسمك لكم انا قديه انسان. زيادة على الحياة انا ليا دور لازم يتم، وعد اني بكره اثبت لكم انا قد ايه انسان مهم. هي دي الرسالة. مش قادر اكمل. اوعدك كده فعلا مش قادر اكمل والله. انا من جوايا الكلام صعب، والرسالة مهمة، ورسالة المجتمع لو ما عرفش الرسالة اللي انت قلتيها او اولادنا قالوها النهارده وتوصل للناس ان هي تفكر وما تبصش ده معاق. انا كنت بتفرج على ناس بتكلم بصراحة يعني يا عم ده معاق بعيده، الولد ممكن يصرخ عادي. لازم الناس تعرف حاجه مهمه، دول ولادنا صدقوني كان ممكن يحصل عندي انا في البيت او يحصل عند مهندس امل او يحصل في اي بيت مصري لو ما اهتمناش. صدقوني الموضوع مش هيبقى كويس. انا مع مهندس امل وبدي صوتي صوتها وبضم صوتي لصوتها وبضم صوتي لكل مصر، يا ريت نهتم بالولاد دول. ولادنا صدقوني تاني مره من جوايا بقولها كان ممكن يحصل في اي بيت، وممكن يحصل وهم عيالنا كويسين على فكره دلوقتي، يحصل اي حاجه بالزبط. يتحول لمعاق فجاه. بالظبط. بصي الحديث معاكي شيق جدا. انا بشكر بس النادي الاهلي، عايز اشكره لان النادي الاهلي كان النادي الوحيد اللي لما تقدمت له، لما جه كان عملنا عقدنا اول اجتماع لمجلس اداره الاتحاد الدولي خارج اوروبا، فجبتهم عندي في مصر في الشهر مارس اللي فات. اللي فات على طول انتوا استضفتوهم في النادي الاهلي. بشكر كابتن خطيب ومجلس ادارته صراحه، العمري والدماطي والجرحي مع حفظ الالقاب ليهم كلهم. وقابلوهم وعملوا لهم احتفاليه رائعه على حمام السباحه وشرفوني الحقيقه. فانا بشكر النادي الاهلي. انت بنت النادي الاهلي. طب هنعمل ايه؟ بصي احنا انا فعلا ما خلصتش، انا كان عندي كلام كتير ومصر الخير واساس مصر الخير وعلاقتي بيها والصعوبات وحاجات كتيره. الكلام اخذنا، اتمنى نتقابل مره ثانيه. ده يشرفني كابتن خالد. ميرسي يا باشمهندس جدا. شكرا لحضرتك. انا فعلا حديث شيق، كان لازم نكمل بس عندنا وقت وعندنا فقرات تانية. بس في حاجة سريعة هقولها قبل ما نتحول الأغنية العظيمة اللي هسمعها. على مواقع التواصل الاجتماعي في كلام عن إقالة الجهاز الطبي لكرة القدم. احنا اتصلنا بالكابتن سيد عبد الحفيظ، نفى هذا الكلام تماما، نفى الكلام تماما، قال مفيش أي إقالة للجهاز الطبي، الموضوع مستمر، الناس مستمرة. الحاجة الوحيدة لو حصل أي نوع من أنواع الاستقالات أو الإقالات ده بيتحط على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. فاصل ونخرج الأغنية العظيمة ونرجع للألعاب الأخرى والأخبار الرياضية. في مشكلة في نطق الكلام. هنبدأ مع الألعاب الأخرى والأخبار الألعاب الأخرى ونروح ملعب الفولي. ملعب الفولي وكابتن محمد مصيحي وفريق كرة الطائرة بيخش للدور قبل النهائي، والمجموعة الأولى اللي لعب فيها في الدور الأولاني كسب 12 مباراة 36 نقطة. راح في مجموعة فيها أندية الشمس وهيئة قناة السويس وطنطا، هيلعبوا مباراة رايح جاي، هيصعد أول فريقين لآخر تصفية اللي هي التصفية النهائية لأحسن 8 فرق. هنروح لفريق الطايرة سيدات والفوز ومواجهته على نادي الشمس. آخر مباراة لي كانت جمعتهم كان نادي الأهلي كسب 3-0 المباراة في ختام الدور الأول لكرة الطايرة سيدات. سريعا ننطير لملعب الباسكت، والنهاردة كان الأهلي بيلعب مع نادي أصحاب الجياد وكسب بقيادة الكابتن طارق خيري 85-63 في دور 16 بطولة كأس مصر. الماتش لسه خلصان مفيش دقايق معدودة في صالة الأمير عبد الله الفيصل. سيدات اليد بتعتلي قمة الترتيب، بينهي الدور الأولاني ب 40 نقطة. سيدات الأهلي في كرة اليد 40 نقطة، الأهلي جمع النقط دي بعد ما فاز في 13 مباراة وخسر مباراة واحدة، وكانت الخسارة دي كان من أو يعني بقى لنا سنين كتيرة فرق البلد ما خسرتش. نتمنى من الكابتن ياسر صلاح هو وفرقته أن يستعيد ويستمر ويفضل محافظ على أداء السنين كتيرة فرق الأهلي عملته. الدوري هيرجع مرة تانية يوم 31 يناير. نيكولا مايكروفيتش المدير الفني السلوفيني استلم لكرة اليد، استلم المهمة وبدأ النهاردة أول تدريب ليه، ولسه واصل كان واصل وهو الراجل قدامنا، دي صورة المدير الفني الجديد. استلم رسميا فريق الأهلي لكرة اليد، استلم كابتن عمر شاوي وبدأوا التدريبات. إن شاء الله يكونوا على طموح ومسؤوليات وقدر النادي الأهلي في البطولات اللي جاية. عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا بطولات كثيرة أفريقيا وسوبر. نتمنى إن شاء الله بإذن الله في المرحلة الجاية إن فريق اليد يستمر على أداءه العالي والمعروف عنه في البطولات السابقة.
هنخرج لفاصل وهنروح لأبطال التنس وأبطال الدوري وأبطال التنس رجال وسيدات. هنتابع معاهم إيه اللي حصل والفوز الجميل الرائع اللي كسبوه في آخر بطولة دوري عام في التنس الأرضي. استطاع الفريق الأول رجال وسيدات للتنس الأرضي بالنادي الأهلي من حصد لقب الدوري العام بعد غياب طويل امتد لعشرين عام، بعد منافسة قوية مع العديد من الأندية المصرية، يأتي على رأسها أندية الجزيرة، الصيد، وادي دجلة، سموحة، هليوبلس. مشوار طويل خاضه رجال وسيدات الأهلي لحصد اللقب الغائب منذ عام 97. الرجال نجحوا في الفوز باللقب بعد تخطي عقبة كل من هليوبلس بنتيجة 8-1، هي نفس النتيجة التي انتهت بها لقاءات وادي دجلة، الصيد، سموحة. أما مباراة الجزيرة التي كانت مواجهة حسم اللقب فانتهت بفوز صعب بنتيجة 5-4. أما على صعيد السيدات فنجحنا في بداية المشوار بالفوز على هليوبلس بنتيجة 7-2، ثم الفوز على وادي دجلة بنتيجة كبيرة وهي 9-0، قبل الفوز على الصيد بنتيجة 6-3، وهي نفس النتيجة التي انتهت فيها مواجهة سموحة قبل أن يحسمنا اللقب أمام الجزيرة بنتيجة 9-0. التنس الأهلاوي بدأ في استعادة أمجاده من جديد، يسعى الفريق للهيمنة على الدوري خلال الأعوام المقبلة في ظل وجود العديد من العناصر المميزة داخل صفوفه. بعد 20 سنة بعد التنس الأرضي بيجيب بطولة الدوري العام في النادي رجال وسيدات. المراحل اختلفت عن السنين قبل كده، كان السنين قبل كده بياخدوها دوري من 12 سنة لغاية الدرجة الأولى، دلوقتي بقى بيشتغل مرحلة 18 سنة والدرجة الأولى رجال وسيدات مع بعض، وهذه المرحلة كانت الأهم والأقوى عندنا اللي بقى لنا 20 سنة ما حصدناش فيها اللقب. لازم ترحب بالكباتن الكبار اللي معايا اللي كانوا أصحاب اللقب وأصحاب الإنجاز. كابتن داليا شريف، مساء الخير. مساء النور. منورة. لقب غايب بقاله 20 سنه. لا بس مش في سيدات، يعني سيدات سنه بنتكلم على الدوري العام. اوكي احنا لازم نقول انت نفسي من اولها. لا ومعانا كابتن يوسف المهدي، مساء الخير. مساء النور. كابتن محمود عبد المبدي. ايوه صح كده بالظبط، الاسم مظبوط. تمام توكلنا على الله. يبقى 20 سنه لقب غايب يا محمود. طبعا اكيد. وبتحققوا على ايديكوا انتصار عظيم للنادي الاهلي، تقول عليه ايه؟ ده حقيقي. واحنا يعني على يعني على مدار 20 سنه طبعا جات لنا كنا قريبين قوي في اعوام كتير يعني. بس الحمد لله السنه دي يعني كنا حاسين ان احنا نقدر، كان عندنا اجيال برضو، احنا 18 سنه اتضمت على رجال. فكانت النظام السنه دي كنا عندنا امل كبير قوي ان احنا نقدر ناخد المركز الاول. طبعا برضو ماتش الجزيره الاخير كان بالنسبه لنا يعني نقطه الحسم، يعني الحمد لله قدرنا نكسبه. كان من الماتشات يعني اللي وقفت معانا كتير الاعوام اللي فاتت يعني. ماتش الجزيره. اه بالظبط ماتش الجزيره 5-4، وانت عايزه تقولي الرجال غير السيدات صح؟ انا بجيب لك الاخر صح؟ احنا مع بعض فرقه واحده. ايوه احنا فرقه واحده. فرقه واحده ماتش الجزيره 5-4. كان ماتش صعب جدا، مع اني شايف فروقات بعد كده 8-1 و3-6-3-7-2، فروقات كبيره قوي. هو الجزيره كان اصعب ماتش عشان هو في ولاد كتير محترفه بره. نادي الجزيره. في ولدين كويسين قوي، الرانك بتاعهم على العالم 300-400، فده كان اصعب ماتش. ده عشان كده كان اصعب ماتش. فيهم بنات محترفات برضو؟ في بنتين بس. مش زي الولاد قوي. مش زي الولاد. يوسف عندنا محترفين برضو، يعني احنا عندنا برضو محترفين. اعتقد شريف ابو حبيجه رجع، في 2-3 رجعوا من بره. كان عندنا شريف ابو حبيجه كان في امريكا وجه لعب الدوري. كان عندنا عمر ياسر سلمان بالظبط كان في اسبانيا برضو جه، والاثنين عملوا ماتشات. يعني احنا في محترفين زي بعض. قول لي ايه الفرق السنه دي بالذات
والفرق الكبير في المستوى بينك وبين الانديه الثانيه؟ السنين اللي فاتت كانوا بيبقوا دايما يبقوا ماتشين سنجل وماتش دبل، فالدنيا كانت صغيره قوي. المره دي قاعده كبيره قوي، 6 سنجل وثلاثة دبلز، كمان ال 18 بقت مع رجال، فبقى عندنا لعيبه كتيره جدا ولعيبه كويسه جدا، فبقت الفرصه لينا، بقى عندنا تشانس ان احنا نقدر نكسب الدوري اكتر من نوادي ثانيه، خصوصا ان احنا عندنا فريق 18 جامدين برضه، حتى رجال برضه والمحترفين وحتى اللي بيلعبوا في مصر اللي هم ما شاء الله جوه التوب 10 في رانك المحلي. ما شاء الله جوه النادي الاهلي. طب قولي لي ايه فرق الاعداد السنه دي؟ يعني اكيد الاعداد عليه عامل انت توصلي لبطوله الدوري. الاعداد اختلف ازاي السنه دي؟ هو احنا يعني بنتمرن مع، يعني انا 18 فبتمرن مع مثلا بتوع سيدات، فده بيفرق. وكابتن ابراهيم كان شديد قوي التمرين علينا الفتره اللي فاتت عشان كان عايز نعمل حاجه كويسه في الدوري. ايه الفرق؟ يعني انت مثلا فترات الاعداد عندنا في الهاندبول مثلا بتلاقيني متضايقه منها، مش عايز اتمرن، ايه الفرق اللي حصل عندكم السنين دي واضح تقولي عليه؟ الفرق ان احنا عندنا روح مش عاديه بينا وبين بعض، يعني احنا فريق واحد اللي هو يعني كلنا اصحاب قوي في بعض، فمحدش في تمرين بيكون متضايق اللي هو مثلا تيجي تلعب مع حد او ما بيهونوا عليك التمرين. ده اللي فرق، ده اللي فرق يعني بيننا وبين النوادي الثانيه. ده اللي فرق بيننا وبين، اكيد عندك حاجه ثانيه غيرها، اكيد في فرق حصل يعني. بقول لك فرق الاسكورات كبير قوي زياده على اللزوم. هو طبعا يعني السنه دي كنا ناويين يعني واخدينها من الاول بصراحه، فاستعدينا من بدايه السنه اعوام كتيره، كنا بنبدا استعدادنا للدوري مثلا في شهر 6 او 7. المره دي الجهاز كله كان مركز بصراحه من بدايه السنه ان احنا لازم نعمل حاجه السنه دي، فخدنا يعني الموضوع من بدايته، من اول السنه بدانا استعدينا، فعملنا تقريبا حوالي 3 مراحل استعداد اللي هي اول السنه وبعدين في شهر 6 وبعدين قبل بدايه الدوري اللي هي في شهر 8 او شهر 9. انت عندكم السنه بدات تبدا من يناير، من يناير بالظبط، غير البطولات المحليه. البطولات المحليه بعدين الدوري ساعات بيبتدي بدري شويه، السنه دي بدا في شهر 9 عشان تغيير النظام بتاع اللائحه وكده. فطبعا في كذا فتره الاستعداد فرقت معانا، وخصوصا ان احنا كنا يعني واخدينها من بدايتها، وكمان النظام بتاع المسابقه طبعا فرق معانا، ساعدنا بشكل كبير، بلس الناس اللي دعمتنا زي عمر سلمان وشريف ابو حبيجه طبعا اللي جم دعموا الفريق، طبعا العوامل دي كلها فرقت معانا يعني السنه دي. محمود بتدرس ولا بتشتغل؟ كام سنه يعني؟ انا 30. 30 سنه شغل؟ انا بشتغل. بتوفق بين الاثنين ازاي؟ والله انا يعني من صغري وانا في القصه دي، فيعني فقدرت خلاص اتعود على يعني طبعا بضحي بحاجات كتيره طبعا من وانا صغير في نفس القصه. يعني مثلا كان عندي طبعا اوقات كتيره قوي فسح وحاجات كده، طبعا بضحي بيها شويه عشان اقدر ادي للتنس وقت اكتر. وتعودت بقى يعني من ساعه ما بدات اشتغل، برضو بقيت انظم وقتي شويه، اخصص وقت للشغل وقت للتدريب. بس فيعني خلاص انا خدتها من بدايتها، فقدرت اتعود شويه على الحياه بالمنظر ده. كشغل يعني. ده كشغل كشغل كدراسه بنوفق الاثنين ازاي؟ هو يعني هو موضوع صعب طبعا، وانت اللي بيكون صعب على دي ان انت تكون بتدرس وبتعرف نفس الوقت، عشان لو بتخلص مدرسه بتروح على التمرين على طول مش بيكون عندك وقت يعني. بس انا كنت بحاول اوفق بينهم، كمان كنت بسافر كتير، بس المدرسه بتاعتي كانت مساعداني يعني في الغياب وكده. في الغياب بتغيبي، لكن المدرسه مساعده؟ اه. والاسره مساعده ازاي؟ والله انا اهلي عندهم خبره كبيره قوي عشان انا بيدين. انا عايزك تقولي مني. عندي اختي ميار ورنا، والاثنين يعني هم ما شاء الله احسن مني يعني بكتير، هم مثلا اللي اعلى تقريبا في التنس. انت اصغرهم؟ لا، في عندي واحده صغيره ثانيه. كويس. فاهلي عارفين الموضوع عشان هم كان عندهم اثنين قبلي، فكنت بعرف برضه. داليا دخلتي ملعب التنس عشان اخواتك ولا عشان بابا وماما؟ لا، عشان انا حابه اللعبه قوي. عشان انت حابه اللعبه. لعبه عظيمه يا يوسف. دخلت التنس ازاي؟ يعني من والدتي كانت دايما بتحب تتفرج على تنس، فبدات يعني. ايوه كابتن عادل شريف اكيد. نعم. كلنا اصل انا جيل كابتن عادل شريف لما كان بيستمتع بيمتعنا بتعليم. فبدات تنس من وانا عندي 4 سنين ومكمل لحد دلوقتي. ونقطة الدراسة دي برضو يعني أنا في جريد 12 وآي جي، فالموضوع عندي برضو يعني صعب شوية، ولكن بحاول على قد ما أقدر. التمرين في ميعاد ثابت، الدروس في ميعاد ثابت، مدرسة في ميعاد ثابت، فتنس في ميعاد ثابت، عشان الدنيا تبقى ماشية يعني بأوردر معين، ما بقاش فيه أي مشكلة. أصحابك بره الملعب خلاص، أصحاب نادي ماشي، لكن أصحابك في الدراسة، أصحابك بتخرج معاهم، بتعمل معاهم إيه؟ بتتولف معاهم إزاي؟ هو التمرين كلنا بنلعب رياضة، كلكم كلنا سواء اللي بيلعب باسكت معانا في الاهلي، بيلعب كوره في نادي الصيد، يعني اللي بيلعب سباحه
كلنا بنلعب يعني كلكم ابطال يعني ان شاء الله. مش على بعض في الماتشات لما انت تكسب نادي الصيد بقى بتاع الباسكت وكده بتقولوا له ايه؟ لا اكيد بنحفل على بعض. بتحفلوا على بعض؟ اكيد. رسمي اكتر واحد بتحفلوا عليه مين؟ بس ما تقولش اسمه بس عشان ما ابقاش على الهوا. انت فاهم؟ ما اقولش اسم صاحبي ولا اقول اسم النادي؟ لا توقع على الله بقى اقول اسم صاحبه خلاص. سيف. سيف هو اللي بيشيل الشيله. هايل. طب قول لي محمود, قول لي الفتره اللي جايه يعني بعد احنا كسبنا وعملنا دوري كويس بقى لنا 20 سنه هنحافظ ازاي في المرحله الجايه؟ والله طبعا محتاجين, احنا طبعا النادي بدا يركز اكتر على النشأة كمان الصغير ده هيفرق معانا يعني على المدى البعيد. لان كمان الاتحاد في اتجاه ان هو تبقى الدنيا مقصوره على الاعضاء العاملين بتوع النادي يعني. يعني ايه مقصوره على الاعضاء العاملين؟ يعني ما نبقاش بنجيب اعضاء رياضيين من بره ونبدا ممنوع. يعني هي ماشيه في هذا الاتجاه يعني, مش ممنوع ولا ممنوع باتن يعني, لا كاتحاد يعني اللوائح ماشيه في هذا الاتجاه يعني. فعلى جزء النشأة الصغير طبعا النادي بيركز اكتر شويه, وعلى جزء 18 رجال لازم بقى نعد 18 بشكل كويس قوي عشان يبداوا ياخدوا الخبرات اللي يقدروا يزقوا بيها مع الرجال, لان هم بقوا انضموا بقوا مرحله واحده يعني. فدي نقطتين مهمين يعني لازم نركز عليهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. يوسف علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا نجم كبير واكيد في تحفيل بقى في السوشيال ميديا عليك ولا ايه؟ لا نجم على حاجه. لا نجم طبعا اتفضل. يعني ممكن تحفيل من صحابي اللي بيلعبوا تنس مثلا. يعني مثلا لما في انديه تانية. بس كهزار يعني مش اكيد. بتستحملوا بعض في الكلام ده؟ عادي عادي خالص يعني. حد فينا ينزل صوره مثلا وهو في الماتش مثلا يعني نقعد نهزر عليه بس احنا وحاجات كده صح. تقعد تروش على بعض يعني. دي حاجه جميله. ده اللي شايف المرحله الجايه ازاي في سيدات النادي الاهلي واللي طالع الاجيال اللي طالعه بعد كده. هو انا مش عارفه قوي عشان انا مسافره. ادرس في جامعه بره سكولرشيب عشان التنس. هايل. بس يعني شايفه ان يعني ان التنس هيكون احسن عشان هم دي اول مره النادي يركز على التنس قوي كده. عشان انت هتسافري؟ لا انت قلت مش انا. اتفضلي اتفضلي. بيقولوا يعني. لا 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 بالعكس اتفضلي. بس انا شايفه ان في يعني في جيل صغير طالعين كويسين وهيفيدوا النادي. طيب يوسف اكيد في مواقف صعبه جوه المباريات جوه الايفنت ده الدوري العام. ايه الموقف الصعب اللي النادي الاهلي اتحط فيه من وجهه نظرك؟ كان في ماتشات صعبه طبعا يعني, خصوصا ماتش الجزيره اللي خلص 5-4. يعني المحترف اللي عندنا اللي بيلعب بره اللي هو عمر سلمان لاعب المحترف اللي عندهم. فكان ماتش جامد جدا يعني. كنا خسرانين اول مجموعه 6-2 لكن عمر عرف يكسب 6-2 6-2. وكان في ماتش احمد منير مع عندنا في النادي برده كان بيلعب المحترف اللي عندهم عمل ماتش تحفه بس خسر في الاخر ما توفقش بس عمل ماتش عالمي. فماتش جزيره بالذات كان اصعب ماتش وكان فيه تنشنه مش طبيعيه كانت لحظات صعبه. وخلص في الاخر على اخر ماتش كسبنا اخر ماتش 5-4 مش 4-4 واخر جيم احنا كسبنا عدينا. الحمد لله صح. محمود شايف الاعلام المصري بيغطي التنس على ما يرام ولا شايف ايه صراحه؟ لا يعني في يعني انا بحس ان هي اوقات يعني. لا هو طبعا التنس مش يمكن مش واخد حقه الشكل الكبير قوي يعني. دي لعبة الملوك صح؟ بس الكلب بصراحه. بس يعني بس في اوقات فعلا بعد ما كمان بقت مصر تقدر تستضيف كمان بطولات دوليه بشكل اكتر شويه اعتقد الاعلام بدا يغطي البطولات الدوليه بشكل كبير. لما كانت مقصوره على البطولات المحليه شويه يمكن ما كانش فيه الاتجاه الاعلامي يعني ما كانش بشكل كبير ناحيه التنس يعني. بس تتمنى ايه في المرحله الجايه للتنس ان شاء الله؟ التنس والله احنا الفتره الجايه على مستوى الانديه بقى عامه يعني يعني بدا في ناس كتيره تخش جوه ال 300 على العالم وال 200 على العالم. طبعا دي يعني من مثلا حوالي 5-6 سنين ما كانش ده بيحصل. فانا شايف ان في اجيال كتيره طالعه تقدر تحقق يعني المعادله الصعبه دي شويه. وجوه النادي كمان يعني شايف عندنا بصراحه ناس جوه النادي عندهم بوتنشال كويس قوي ويقدروا يحققوا ويوصلوا كمان عالميا بشكل كبير. ومنهم اوريدي الناس اللي كانت جات لنا دعمتنا دي اصلا كانت ولاد النادي يعني. مظبوط. فشايف الفتره الجايه لا ان شاء الله يطلع من النادي كمان ناس تأدي عالميا بشكل كويس باذن الله. ده اللي طموحي في المرحله الجايه. ان انا نفسي ان انا يعني انا مش يعني مش مهتمه بالدراسه قوي على قد ما انا مهتمه بالتنس. بس انا رايحه بره جامعه بس هدفي ان انا اتحسن في التنس يعني. دي اهم حاجه عندك تنس. مستنيينك هستناكي واتابعك على بالك. بس طموحك في المرحله الجايه؟ في المرحله الجايه خلاص انا من السنه الجايه مش هبقى ناشئ تحت 18 العب رجال. فاتمنى يعني الفرق ابين فرق في مستوايا فما اقدر اتاقلم مع رجال واقدر يعني اعمل نتائج حلوه.
بحيث ان انا يبقى عندي ترتيب في رجال زي ما كان عندي في 18 و16 الحمد لله. فبس هذه الفتره اللي جايه اهم حاجه عندي ان النقله اللي جايه لما العب رجال مع موبدي والناس الثانيه فنعرف نأدي يعني ان شاء الله. كنت طالع حبات ان انا بس انا ببارك لكم وبقول لكم الف مبروك ودايما في التقدم ودايما في البطولات. خلونا نخرج لفاصل سريع ونرجع مع ابطال موجودين برضو جوه الدوري العام للتنس. فاصل وترجعوا مره ثانيه. مع ابطالنا ونجومنا في التنس اللي حققوا الدوري من 20 سنه، دوري الرجال هو المختلف، دوري السيدات هنعمل مشاكل، فهو من 20 سنه الدوري العام. الحمد لله اللي معانا ابطال ومعانا الفقره الثانيه سريعا معانا كابتن حاله خالد. مظبوط؟ ازي حضرتك؟ مبروك. شكرا. كان دوري قوي؟ اه طبعا. تقولي عن الدوري ده والمكسب العظيم اللي انت عملته؟ طبعا يعني كانت حاجه حلوه قوي، يعني ما احلى حاجه ان كنا تيم كده وكلنا كنا واقفين في ظهر بعض. ما حسيتش ان انا قلقانه غير على النادي بتاعي مش اكتر. مش حسيتش ان انت قلقانه؟ هنرجع لكلمه قلقانه حالا عشان انت قلقانه وانت بتتكلمي. كابتن بلال ابو طالب الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كابتن احمد الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن احمد لو بدانا قلقانه على النادي، ليه قلقانه على النادي؟ طبعا عارف لعبه التنس لعبه فرديه كويس تمام، بس لما بتيجي تخش في حته الدوري او حته منتخب بتبقى شايل مسؤوليه ناس ثانيه، مش شايل ناس مسؤوليه يعني نادي منتخب النادي الاهلي. وطبعا ده النادي الاهلي ده انت مسؤوليه اكبر من اي حاجه اكيد. فهذه طبعا على قد ما بتديك دفعه وبتديك روح يعني فظيعه بتديك سنه قلق، ما انت مش بتلعب لوحدك، مش بتلعب باسمك انت، انت بتلعب باسم الناس كلها وبتلعب باسم النادي الاهلي أكيد. وبتبقى همك ان النادي الاهلي دايما يبقى فوق وخصوصا لما بتبقى كمان من الاول في النادي يعني تمام. احنا معظمنا او احنا كلنا متربيين في النادي يعني ما حدش فينا بيطلع بره، فبتبقى عندك الحته دي عاليه قوي، فطبعا بيبقى في سنه قلق انت مش شايل مسؤوليه نفسك. بس بلال ليه ماتش الجزيره هو الماتش اللي كان فيه مشكله بالنسبه لنا؟ اشمعنى الجزيره مع ان الباقي كله كان فرقته كبيره جدا؟ عشان الجزيره في لعيبه كتير قوي كويسين، يعني بقيه النوادي في واحد او اثنين بس الكويسين بيبقى في منافسه، لكن ماتش الجزيره هو الماتش الوحيد اللي كان كل الماتشات فيها منافسه. كانش في فرق. كان ايه اصعب ماتش بالنسبه لك في ماتش الجزيره؟ اصعب ماتش اول ماتش اخر ماتش اللي هو كان مين ومين؟ في السنجل كان عمر سلمان وكريم مأمون، ده كان اجمل ماتش. ده كان الماتش الصعب. ده اللي احنا كسبنا بيه الماتش الخامس. يعني يعتبر صح من 4-4 وده الماتش كان الفيصل. لا كان في دبلز. كان في دبلز بعدين. بيلعب دبلز ازاي؟ تختاروا بعض ازاي في الدبل؟ هو الكوتش هو اللي بيختار، يعني دي حاجه مش تبعنا خالص. يعني اللي حاسس ان هو يقدر يلعب كويس او قادر انه ينزل الماتش ده هو بيقول للكوتش اني جاهز العب. احمد بيعملوها يعني باخد من كلام بلال بيعملوها الاثنين دبل، بينزلوا في نقاش بينك وبين كابتن احمد ابو طالب في اللي بيحصل. طبعا هو احنا في الاول طبعا احنا طول السنه بنبقى بنتمرن مع بعض وبنقعد نجرب كومبينيشنز كده مع بعض، يعني نحط اثنين واثنين واثنين ونشوف احسن حاجه ممكن تطلع بيها. بس بتيجي برضه في وسط اليوم مثلا النهارده احمد منير مش جاهز كويس او لعب ماتش سنجل فتعبان مش قادر يلعب، فممكن لازم يبقى في حد ثاني جاهز. فبتبقى النقاش في الحته دي مين احسن حد يلعب النهارده مع زميله ده قدام الاثنين التانيين دول. بس فهي النقاش كله بيبقى في الحته دي مين جاهز، انما في الاخر احنا السنه كلها بنطمن عليها طبعا يعني. حالة اكيد فترات الاعداد هي اهم فترات عندكم. طبعا فتره الاعداد بتعدي ازاي؟ بتتكلموا مع بعض ازاي؟ بتمشوا وتوصلوا بيها ازاي؟ هو على حسب انت حضرتك عايز تعمل ايه الفتره الجايه، فده اللي بيتحدد عليه التمرين، وبنقعد نتكلم مع الكوتش بتاعنا وهو اللي بيحط السيستم، وطبعا بقى بنقدر يعني بنحاول نعمل اكتر حاجه عندنا عشان نطلع منها في فتره كويسه نقدر نعمل يعني الجولز اللي حطيناها. حالة فتره الاعداد بالنسبه لها فتره كويسة ولا فترة بتكون متضايقة منها فترة الرياضة البدنية والقصص دي كلها؟ لا أكتر فترة الصراحة مش بحبها الصراحة. لا كلها صعبة طبعا. الواحد يعني هي أصعب فترة في السنة، يعني البطولات بالنسبة لي بتبقى أسهل. هي اللي بتوقفك على رجلك؟ هي طبعا بتوقفني على رجلي، بس هي طبعا بتكون صعبة جدا، ما أقدرش أقول من أسهل حتة في السنة، بالعكس. مش أسهل حتة مش أسهل، دي أصعب حتة في السنة طبعا. بلال لي كلام تاني ولا متفق؟ لا متفق معاه بصراحة. متفق. هي أصعب حاجة.
هي بتوقف بقول لك على رجلي. هي بتوقفني السنه كلها على رجلي. بلال قول لي احنا عندنا محترفين بره. مصريين يعني؟ مصريين طبعا. امتى نشوف مصر راحه في المراكز الاولى كسر ال100 كسر ال50 بصراحه؟ في امل اكيد عندنا في طموح. ايه الهدف ازاي نوصل ازاي من لعيب ناشئ طلع من مصر لعيب ناشئ ولعيب مميز كمان؟ لازم يكون في سيستم لازم في دعم. بالظبط. حلو قوي. هنخش على الدعم بقى ونخش على القصه دي. يعني مبدئيا الدعم. عايز دعم من مين؟ اعتقد النادي بيدعم الناس وبيحاول مع مجلس الاداره اللي انا عارفه متاكد منه هو بيدعم لعب التنس تماما. أيوة. وحتى جاب ثلاثه محترفين جابهم بره في اخر دوري. دي حقيقه. كويس. بس مش النادي بس، لازم يكون في الاتحاد انه يدعمنا. لازم يكون في شركات انها تدعمنا. مش النادي بس طبعا، النادي ليه جزء بس الباقي برضو ليه جزء اكبر. هو حالة الدعم او الفلوس مش هو الاهم، هو الاهم انت تلعبي بطولات او مباريات. مظبوط. هو طبعا ده الاهم، بس عشان حضرتك زي ما انت عايز نطلع جوه ال 50 وكده. بالظبط. كلنا بنقف في الحته ان احنا محتاجين دعم عشان نطلع نبتدي نسافر. طبعا دي طبعا مهما كان النادي بيدعمنا محتاجين زي سكواش سبونسرز وكده. بالظبط. في سكواش نجحت تجربه. في سكواش فيها سبونسرز غريبه يعني، فيها كتير قوي ما شاء الله. ما اتكلمتوش مع في الاتحاد مع رئيس الاتحاد مع يعني اتكلم بصراحه والله يعني اكيد مع المدربين اللي موجودين؟ بلاش دي، بلاش السؤال ده، اخلي احمد يرد عليه. شكلك مش عارفه ترد عليه. مش هترد عليه، اتفضل يا احمد. بلاش. انا عايز اتكلم بصراحه والله، انا بكلمك بصراحه. خلي بالك احنا برده مش بنقول الاتحاد اعمل كذا، احنا بنحاول نطلع جوه الابطال الرياضيين بتوعنا عشان يقولوا الحقيقه، عشان في الاخر نلاقي عندنا ابطال. مش يبقى عندنا لعبه التنس اللي هي لعبه كل العالم بيتفرج عليها، ولو طلع عندنا واحد بس هيتفرج عليه مليارات الناس. فلازم نكون نشوف اللي جوه اللعيبه دي جواها ايه، عايزين ايه، نقدر نحقق هنحقق، ما نقدرش مفيش مشكله. قول يا احمد. طبعا هو الدعم المالي جزء كبير جدا، جزء مهم جدا في القصه، لان هي الموضوع بالظبط زي ما هطلع وهلعب بره وعايز اخش جوه ال 50 او جوه ال 100 او ايا كان. فانا حياتي اللفه بتاعتي كلها خلاص هي بقت بره، يعني بسافر من هنا لهنا وبطوله هنا وبطوله هنا وبعد كده اطلع اتمرن وهكذا ايا كان بقى، بتمرن هنا وبتمرن بره. تمام. هو الموضوع مش هو اكبر من هو يكون نادي او يكون اتحاد او اكبر من كل ده بكتير، لان هي دي اللعيب الواحد محتاج، لا محتاج فلوس كتير. لان انا بصرف تمرين وبصرف سفر وبصرف طبعا كل الحاجات دي كلها. يعني انا بصرف طول ما انا عايش بره او بلف طيران واوتيلات واكل وتمريني والاكويبمنت بتاعتي كلها، ما كل دي فلوس. هو اكبر من الاتحاد جدا، كل الاتحاد عنده قاعده كبيره وبيصرف، بيحاول يطور اللعبه جوه مصر. تمام. بيحاول يدعم بره طبعا، بس مش عليه كل حاجه. عليه جزء بس مش عليه كل حاجه، والنادي مش عليه كل حاجه. من وجهه نظر احمد، ان انت شايف ان احنا عندنا ابطال قادرين ان يحققوا ده طبعا، بس محتاجين الدعم الخارجي اللي هو الاطار اللي احنا نقدر نشتغل. طبعا انا محتاج محتاج اجيب سبونسر. انا اعتقد ده يمكن دور الاتحاد اكتر شويه. انا أكيد. انا مش هروح ادور على سبونسر بنفسي، وبعدين انا لو دخلت لحد هيقول لي انت مين، انا ما اعرفش حاجه في التنس معاه. فدور الاتحاد او مسؤولين الاتحاد لا ادور على سبونسر، احاول انشر اللعبه شويه بشكل بطريقه احسن شويه. هو مش انا مش طالب منه دي فلوس، بس حاول تجيب سبونسر. شركات كتير تقدر تعمل كده زي ما موجود في السكواش، في شركات كتير مصريه موجوده على تيشيرتات لعيبه كتير. فليه لا، ليه مش عندنا؟ او عندنا لعيبه كتير كويسه. نتمنى من اتحاد التنس ده يا رئيس اتحاد كابتن اسماعيل شافعي، نجم كبير واسمه وعلم كبير في ملعب التنس، واسرى ملاعب بلعبه، وكلنا كنا مبسوطين. هو وقت ما كان بيلعب كنت بفرجه شخصيا، وكنا مبسوطين جدا جدا. بيتمنى من كابتن اسماعيل الشافعي ان هو يقدر يحقق ده للابطال اللي قدامنا، عشان نقدر نقول بعد شويه احنا عندنا ابطال كسروا 100 وكسروا 50. نتمنى ده. انا عارف ان الطلب ده طلب كبير جدا، بس نحاول نبدا الطريق، حتى لو وصلنا بعد سنه بعد سنتين بعد 10، بس نحاول نبدا الطريق عشان نمشي لغايه ما نوصل باذن الله يكون عندنا بطل في التنس مصر كلها تفخر بيه. حلقه قولي لي، شايفه المرحله الجايه ازاي في السيدات في التنس بصفه عامه في مصر؟ لا، هو طبعا في ناس كتير كويسه قوي الفتره دي في مصر. في ناس يعني مين منافسينك؟ لا ما اقدرش اقول مين كل اللعيبه كويسه، كل اللعيبه كويسه وكل اللعيبه بحترمها الصراحه، فانا ما اقدرش اقول مين منافسيني. بس انا بفكر فيه ان انا يعني ابتدي اتحسن الفتره الجايه، ابتدي اشوف ايه اللي ناقصني وازوده. بس انت عارفه ايه اللي ناقص عندك؟ اظن. طيب بص حضرتك، ارجعك ورا شويه، ووصلتي ملعب التنس ازاي؟ يعني اشمعنى اخترتي التنس؟ ما تكونش تلعبي سكواش، تلعبي هاندبول، تلعبي باسكت، تلعبي سباحه يعني؟ هو مامتي الصراحه، مامتي هي يعني عرضت عليا العاب كتير، وانا اللي اخترت التنس. انت اللي اخترتي؟
طب تأثير ماما في الموضوع؟ لا ماما أهم واحدة في الدنيا بالنسبة لي الصراحة. لا ماما وبابا طبعا أكيد أكيد أكيد، لكن هي ماما اللي شايلة أكتر أكيد. ماما ما بعرفش ألعب غير لما أكون قاعدة بقى ما تربى. ربنا يخليها لك. قولي لها إيه على الهوا النهاردة؟ بحبك قوي. لا 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 يعني بجد أنا عارف الأمهات والأولياء الأمور بيشيلوا كتير في الزمن اللي إحنا فيه، زمان ما كانش ده، لكن دلوقتي بيشيلوا كتير توصيل وتظبيط أوقات قصص كبيره جدا. هنشوف مع كابتن بلال بيظبط شغله ازاي، او بيظبط عفوا الدراسه ازاي، بتظبط ده ازاي مع نفسك ولا برضو الاسره هي اللي بتظبط؟ لا هو طبعا الاسره هي اللي بتظبط اساس. اه دي الاساس. ماما ماما كلنا كده. ماما وبابا بصراحه يعني هم بابا بيدفع فلوس. ايوه صح دي حقيقه. ايوه بابا هو اللي مظبطنا. لا هو طبعا يعني الاساس هي ماما وبابا. انا بقى بقدر اشوف جدولي عامل ازاي وبقدر احدد ساعتها هقدر اعمل ايه في الوقت ده. بتقدر تحدد ده؟ طب هم دور فين يعني، دور ماما او بابا فين معاك؟ هل يقدروا يقولوا ذاكر دلوقتي، لا ما تذاكرش، لا اخرج، لا ما تخرجش، ولا انت اللي بتحدد وهم بيمشوا على اساس ده؟ طبعا لا هم يعني انا ممكن اقول ان انا عايز اعمل كده، عايز اخرج او عايز اعمل اي حاجه عشان اهرب من المذاكره، بس طبعا ما فيش يعني هو طبعا ما في يعني مش ههرب من الموضوع ده. انا اقول عايز بعمل كده زمان، عايز اخش اذاكر بس ما فيش طبعا. لا لازم تيجي وتقعد وتذاكر وبتاع، عندك امتحانات اقعد كده. حلقه قولي لي موقف كده حصل في البيت معاك عايز اجري المذاكره او اقعد اذاكر ايه بقى؟ حصلت اعدادي كنت راجعه. ده موقف معين انا كنت قوي فاكره جدا. كنت راجعه من افريقيا بقى وكان فيها في سيزون بتاع، فنزل اخرج بقى وبتاع، خرجت مره الثانيه قلت لا 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 ماما بجد فعلا حبستني في البيت. قالت لك اقعدي خلاص بالظبط. لا ما كانش فيه هزار، وقعدت فعلا 15 اصيحه عندي 15 يوم الم فيهم المنهج بس بس وقعدتي. ما كانش في حل تاني. علاقتكم ايه بالسوشيال ميديا؟ ما قويه طبعا غصب يعني كل حاجه. اللعب بتكلم على اللعب مش اصحاب. اكيد لما بتلعب جيم بيحصل كلام كويس، جماهير اكيد متفاعله معاك، واكيد جماهير النادي بتتفاعل معاك. كمان في التنس يعني لا برضو انا اكون صريح، لا يعني هو التنس مش من او الالعاب الفظيعه مثلا مش واخده الاهتمام الكفايه، ولان هي برضو هي كاعلاميه مش متسلط عليها ضوء قوي. فهتلاقي الناس اللي بتتكلم على الحاجات دي احنا واللعيبه اللي بتلعب اولياء الامور والمدربين. هتلاقي دول الناس اللي انما نادرا لما تلاقي حد من بره التنس متابع قوي وعارف اللعيبه مين والاخبار ايه. طالب من الاعلام المصري ايه في المرحله اللي جايه؟ والله هو يعني شويه اهتمام شويه اكتر بالالعاب الفرديه كلها مش التنس بس، لان احنا عندنا لعيبه كتير كويسه وعندنا مشاريع كتير كويسه، لان ده برضه جزء على الاعلام. انت لو في اهتمام في الاعلام فاحنا بنطلع والاسامي بتبتدي تعرف، اعتقد ده هيسهل شويه من قصه السبونسر وهيساعدك اللي انت كمان غير سبونسر هيساعد انت تقوم بالمركز بتاعك. طبعا ما انا بقيت بعمل حاجه طبعا مش انا من بقيت متشاف وبقيت في حد بيشجع زي الالعاب الجماعيه كلها. الناس كلها متابعه زي مثلا ما شاء الله يعني محمد صلاح، الناس كلها عارفه بيعمل ايه وكل اللعيبه المحترفين المصريه بره الناس كلها معروفه، وده في بيدي سبورت. فالالعاب الفرديه لو اللي عندها السبورت ده لا الموضوع هيختلف كتير طبعا. نورتوني وشرفتوني يعني. بص والحلقه بتجري انا عارف، انا عارف ان لسه جزء كمان داخل. كابتن ابراهيم ابو طالب داخل معاه اثنين كباتن، الف مبروك. شكرا والف مبروك ليكوا والف مبروك لينا. الله يبارك فيك كابتن خالد. وفاصل و نتواصل لاخر جزء في الحلقه النهارده مع كابتن غيوب طالب واثنين كباتن كبار في التنس. وصلنا لاخر فقره النهارده عندنا او اخر طقم داخل مع كابتن ابراهيم ابو طالب هو المدير الفني للتنس، ومعانا كابتن دونا ابو حباجه وكابتن رانا شريف. كابتن برحب بيك. اهلا بيك يا فندم ومشاهدين القناه كلهم. برحب بيكم كباتن كبار عزاز عليا. اهلا وسهلا بحضرتك. دونا ابو حباجه. ايوه اخت كابتن شريف ابو حباجه. مظبوط. قولي لي احكي لي البطوله دي عدت ازاي وقدرنا نكسب ازاي و20 سنه ما كسبناش رجال صح؟ أيوة. سيدات قد ايه؟
نفسيتها لسه واخدينها السنه اللي فاتت, واخدين مركز اول. تحيز خلي بالك في تحيز صح من جواكي, في تحيز بس احنا سيدات جامدين قوي صح تمام حقك اتفضلي. لا السنه دي المنافسه في سيدات كانت طبعا اقل شويه من رجال. كان اجمد فرقه عندنا نادي الصيد ونادي جزيره, بس الصيد كان اجمد. قدرنا ان احنا نكسب تقريبا الماتشات, حتى النتائج كانت كويسه قوي. ونادي الصيد كسبنا 7-2 7-2 7-2 كابتن ابراهيم, السيزون ده خمس فرق متنافسه معاكم, الصيد وجزيره واليوبلس, وماتش الجزيره عليه كلام كتير وعليه تعليق كبير ان هو 5-4 تمام. لكن الفارق في مستوى واضح لكل الفرق. بدات مرحله الاعداد ازاي عشان نوصل للمرحله دي؟ هو احنا على مدار السنه كلها من اولها عندنا بطولات محليه كبيره جدا كتيره جدا كويس. فاللعيبه كلها اوريدي من الاحتكاك في الماتشات ديت بيزدادوا خبرات واللياقه البدنيه وكل الحاجات دي. احنا جينا بس مع اختلاف الدوري السنه دي, فجينا في الاخر كان عندنا وقت معلوم احنا هنلعب امتى, مش زي كل سنه كنا بنقعد نبقى مش عارفين احنا هنلعب ماتشاتنا امتى لحد قبلها على طول. يعني السنه دي كانوا قايلين مش عارفين, ما هو الدوري كان دايما نيجي هنبتدي في مارس, لا هنبتدي بعد الدراسه, لا طب هنبتدي بعد العيد, طب لا هنبتدي بعد بطولات الصيف عشان يعني الناس مسافر بالظبط يعني. الاتحاد ما كانش, فالاتحاد السنه دي كان قايل ان رجال وسيدات هنبتدي في شهر 12 كويس في اخر السنه خالص. فاحنا بعد البطولات كلها, وكانت بطوله مصر الاهليه كانت اخر بطوله خلصناها, الولاد خدوا يومين كده راحه سلبيه, وبعدين ابتدينا على طول. كان عندنا فتره تمرين كويسه جدا والولاد كلهم دخلوا في المود كويس قوي, وكنا بنعمل تنس وفيتنس كويس, وبعدين ابتدينا والدوري كان ورا بعضه على طول ايام ورا بعض, فكنا بنعرف امتى نلاعب الـ 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 الناس الماتش ده, لا هريح الدبل عشان الولد ما بقاش مجهد او البنت للماتش اللي بعده. فكان ده اختياراتنا احنا كجهاز فني. تكتيك بتشتغل بيه بالظبط يوم المباراه نفسها ومن قبلها التجهيز للماتش بالظبط. رنا قولي لي, دخلتي ملعب التنس ازاي؟ انتوا عائله رياضيه مظبوط؟ الحمد لله. كانت معانا حالة لا داليا معلش سوري معلش اسمك داليا ورنا, ومعانا مين تاني بقى؟ ما شاء الله يعني اختي ميار كانت جايه من الجامعه من امريكا برضو كويس, وجت لعبت معانا الدوري برضو. تلات بنات واخوات بيلعبوا في دوري واحد. احنا اربع بنات, اربع صغيره مركز معاهم جدا عائله رياضيه مركز بالظبط. اتفضلي. بتتعاملوا زي ما قعدتوا في التنس في البيت؟ يعني فعلا كلكم بتلعبوا لعبه فرديه بحته؟ بتتعاملوا ازاي في البيت في اسره التنس ازاي؟ البيت في التنس؟ يعني بتتعاملوا زي مع بعض, يعني انت لعبتي ماتش وهي لعبت ماتش بتقعدوا بقى نعمل مجتمع تنس في البيت؟ لا هو حتى انا لو احنا في البيت حاجه مالهاش علاقه بالتنس يعني, بس حتى لو بنلعب بعض في ماتشات مالهاش علاقه يعني, بننزل نلعب بجد اكنه ماتش بجد. اسالك سؤال عادي, لو لعبتي اختي في ماتش وكسبتي بتحفلوا على بعض؟ لا خالص خالص, هي اختي داليا بس بتحفل من قبل الماتش بعد الماتش قبل الماتش. طب جيتي بلعب التنس ازاي؟ عشان اخواتك لعبوا ولا عشان ايه؟ انا اكبر واحده فانا اول واحده لعبت يعني. وبعد كده انا ومايار اختي, هي فرق بينا سنتين بس, فاحنا الاثنين ابتدينا في نفس الوقت. بسبب الاسره وديتك ملعب التنس ولا انت رحت ملعب التنس برجليك في النادي الاهلي؟ لا انا ابتديت في نادي الاهلي, ابتديت في نادي دريملاند كويس, كان في كوتش فرنساوي مامتي قريت الخبر في الجرنان يعني فرحت. فرحنا ابتدينا معايا انا واختي مايار. وبعد كده نقلتي للنادي الاهلي. كابتن ابراهيم البطولات كتير, والسنه اللي فاتت كان شكل الدوري كان مختلف عن ده. شكل الدوري السنه اللي فاتت كان بتلعب 9 الصبح تخلص 12 واحده بالليل صح كده؟ السنين اللي فاتت او السنين فاتت يعني بالظبط كلها من 9 الصبح ل 12 بالليل واحده, يقولوا لي لسه بلعب التنس بخلص لسه بلعب التنس منور صح كده؟ لان كان لان كنا بنلعب كل المراحل السنيه في يوم واحد. ايه اللي فرق؟ والله بص, هو في حاجات حلوه وحاجات اوحش. كويس. الحاجات الحلوه ان احنا زي ما حضرتك قلت احنا لعبه فرديه, فلما مزبوط. كنا بنلعب اليوم ده بكل المراحل كنا دول اليوم الوحيد اللي بنحس ان احنا لعبه جماعيه كلنا مع بعض تيم واحد من الصغيرين للكبار. دلوقتي بقت انت رايح بالفريق اللي رايح تلعب بيه كويس, فرجعت تاني ان العدد بقى قليل كويس تمام. يمكن ده دي الحاجه اللي مش حلوه قوي, لان احنا في بطولاتنا كل واحد رايح يلعب ماتش لوحده كويس. يعني الاول تيم يوم متعب بس كان يوم, دلوقتي احنا يومين ثلاثه متعبين لان بروح ب 12 لوحده, وبعدين اروح ب 14 16 يوم اللي بعده, وممكن اروح برجال في اليوم اللي بعده سيدات. فده بقى انا شايفه, وانا اتكلمت مع ناس في الاتحاد في الموضوع ده, ان الموضوع بقى مكلف على النادي اكتر,
متعب للجهاز الفني والإداري أكتر. مش يوم احنا رايحين وبنرجع، لا احنا بقينا رايحين ولازم اسيب مدربين عشان يمرنوا الفريق اللي هيلعب تاني يوم، فما بروحش بكامل طاقتي الفنيه بالجهاز الفني كله. الحاجات دي كلها يمكن دي اللي مش حلوه، زائد التقسيم دوت خلانا احنا زي ما قلت لحضرتك رجعنا تاني لعبه فرديه مش لعبه بس ممكن يكون ان انت تكون محتاج لعيب من مرحله اصغر لمرحله اكبر تاني يوم تقدر تاخده معاك، يعني اعتقد الوقت ده اداك السماحه دي مش زي قبل كده. ده مظبوط طبعا. بس في نفس الوقت انا بجهد الولد ده او البنت دي، لان الاول انا وانا رايح العب النادي التاني انا عارف هلعب مع مين. دلوقتي لو النادي التاني دوت ما عندوش الكم ده هو فاده اكتر. انا كنادي اهلي عندي قاعده عريضه، عندي لعيبه في كل المراحل. دلوقتي وانا رايح نادي تاني ممكن يبقى عنده 2 او 3 لعيبه كويسين في جيل 14 و16 يطلع يلعبهم معانا في رجال وسادات. هو المفروض ان كل تيم يلعب بالتيم بتاعه المفروض كل. تمام. دونا مظبوط. دونا عشان الاسم، بس هي الاسم معاها في مشكله، يا ريت بصراحه قبل الهوا خلي بالك دونا، فانا بتاكد على المعلومه دي. تمام دونا، قولي لي كابتن شريف سافر بره بسكولرشيب، ما خدتيش التجربه دي ليه؟ لا ما انا ان شاء الله مسافره يوم 15/1 خلاص. بس انا مش زي شريف يعني، هو شريف سافر جامعه انا طالع اعمل ماسترز. انا اصلا خلصت هنا ألسن عين شمس ماشي، وان شاء الله هطلع اعمل ماسترز هناك والعب في نفس الجامعه اللي شريف فيها يعني. هتقعدوا مع بعض هناك؟ اه ان شاء الله. احتراف؟ اه. التنس ولا الدراسه والتعليم والشغل؟ لا الاثنين طبعا مهمين. انا بسالك لازم عايزك تحددي المسار. لا لا انا يعني بالنسبه لي الاثنين مهمين يعني. الدراسه طبعا حاجه اساسيه ان الواحد يبقى متعلم واخد شهاده كويسه، حتى لان التنس برده مش دايم يعني، انت هيجي لك في وقت وهتبطل. لكن لو جيت بقى مثلا هنا عايز اشتغل عايز اعمل اي حاجه فانت هتضطر انت تشتغل بشهادتك. دنيا بكلمك بصراحه، ترى هتعملي ماستر والناس كتيره التوفيق ازاي يعني؟ من ساعه وانت كنت صغيره اكيد كنت بتنظمي حياتك بنظام معين باسلوب معين. والله انا موضوع الدراسه عامه كان عامل لي مشكله يعني، فكره ان انا اوفق ما بين الدراسه وما بين التنس دي كانت حاجه صعبه جدا. يعني كنت بخلص مثلا جامعه وابقى واخده معايا لبسي واكلي وكل الكلام ده. معلش تعالي على الصوره دي، معلش ايه الصوره دي يا كابتن دول؟ ده التيم كامل كده. اه ده هنا كنا بنقرا الفاتحه. عايزك ترجع تاني، عايزك ترجعها تاني معلش اتفضلي. كنا هنا احنا دايما قبل الماتشات كلها في الدوري بنتجمع كلنا بنقرا الفاتحه وبعد كده بنقول اهلي بصوت عالي. وبعد كده المدربين بقى بيقولوا تقسيمه الفريق ومين هيلعب ومين مش هيلعب كده. طيب خلينا نرجع تاني للتوفيق بين الدراسه وبين وبين اللعب. انا بروح هذا كان انا دايما كان عندي مشكله بالذات وانا في الجامعه ان انا اوفق ما بين الدراسه والتنس. يعني كنت دايما بخلص جامعه واخد لبسي معايا وكل الكلام ده عشان اطلع على التمرين في النادي، مثلا ايام الماتشات كنت ساعات بضطر ان انا اخرج مثلا من المحاضره بدري او حاجه عشان الحق الماتش بتاعي، وطبعا كان ده بيسبب لي مشاكل جامده في الجامعه لان احنا طبعا عين شمس جامعه معقده شويه. اكيد لا دي جامعه بصي نبعد عنها. كابتن ازاي بنوفق لكل الابطال بتوعنا بالذات في 18 سنه؟ اعتقد الدرجه الاولى بيكون ناس اشتغلت وواحد حاجه مختلفه، لكن ازاي بنقدر نوفق للصغيرين كده؟ هو احنا بنحاول على قد ما نقدر، واحنا بن بن بنحط السكادول بتاع التمرين. بنراعي هما بيطلعوا من المدرسه امتى، نقدر نوفر وقت التمرين يبقى مناسب وقت اكتر، احسن ما يبقوا الاولاد وهم يبقى التمرين في نفس وقت الدراسه او كده. فبنحاول نوفق دوت. لما بيبقى في حد عنده حاجات ودراسه في وقت معين، امتحانات حاجات، بنحاول ان احنا نتفق معاه على وقت معين يناسبه ان هو يجي يتمرن فيه، يعني حاجات انديفيدوال بقى، يلعب مع حد من المدربين، يتفق مع حد من زمايله ويجي يتمرنوا مع بعض ويبقى معاهم كوتش. ده اللي بنحاول نساعدهم بيه يعني. هاي رنا قولي لي، في ابطال كبار في العالم سيدات من زمان، هل نقدر نقول ان مصر تقدر تتحط في المنصات دي في 50 في 10؟ نوصل ازاي للحته دي؟ احنا اوريدي وصلنا في الجونيورز اول 50 على العالم قبل كده. في ولد اسمه يوسف حسام، بتكلم عن بنات، واختي وصلت جونيورز اول 50. بس كويس. الصراحه بعد كده الكومبيتيشن بتبقى صعبه قوي ومش بيبقى في اي فاند من الاتحاد ولا في اي سبونسرز، فبيبقى كله دعم الاهالي. فانا مش شايفه ان ده ممكن يحصل في اي حته قريب غير لما يبقى في سبونسرز محترمين للتنس. لازم يكون كده. كابتن انا شايف كل اللعيبه بتتكلم على الدعم من الاتحاد، من الدعم من الشركات
ليه انتوا مش زي الاسكواش مع ان انتوا برضو لعبه كبيره ولعبه مهمه في مصر؟ واعتقد ان قاعده الممارسه عندك كبيره جدا. طبعا حضرتك زي ما بتقول كده القاعده فعلا كبيره جدا, بس الاعداد بتاعت الاسكواش اقل من اعداد التنس. كويس. فانك تعمل لعيب سكواش عالمي اسهل شويه في عدد البطولات اللي هتلعبها على مدار السنه من التنس. التنس لازم فعلا مينيمم, انت حضرتك بتتكلم في ما بين 20 ل 30 الف دولار هتكلف اللعيب في السنه في الموسم ده بطولات بس, من غير تمرين, من غير لبس, من غير سفريات, من غير الكلام ده كله. فمهم جدا عشان اوصل لده محتاجين فعلا حد يبقى يقدر يدعم دوت, بس شركات كبيرة اللي هي لما هيصرف على 2-3 لعيبة مثلا 100,000 دولار. كويس. مش هتبقى فرق معاهم النهاردة 2 برضو مليون جنيه مش رقم كبير بالنسبة للشركات. بالظبط كده. بس هتبقى رقم كبير جدا لو بتكلم مثلا 20-30,000 دولار على ولي أمر في الحياة اللي احنا عايشينها. أكيد. على نادي مش هقدر أوفر ده كله. النادي طبعا بيدعمنا في حاجات بس برضو بيعد الإمكانيات لأن احنا عندنا كام لعبة جوه النادي. الاتحاد يعني بيدعم حاجات قليلة جدا للأسف يعني. ما بيدعمش خالص. للأسف. أنت لعيبة بقى. كابتن إبراهيم هيتكلم. أنت لعيبة. يعني خلينا نتكلم. قولي لي يا دونا, وأنت لعبتي في حياتك في تاريخ لعبك أكيد كان ليكي موقف جوه الملعب حصل موقف طريف جوه ملعب التنس أكيد حكيزة. تفتكري؟ والله هو مش موقف طريف قوي بس انا حصل معايا. كنت مره بلعب في دوري كان لعب نادي الجزيره والحقيقه انا اتشتمت في الماتش. ازاي يعني؟ انا عارف التنس يعني هي لعبه في الدوري في حاجات كده خارجه شويه من ورا كده يعني حد من الجماهير بيبقى يعني شايف من ورا كده وحاسس ان هي كسبانه عايز يطلعها بره التركيز والمود شويه فممكن هو معدي كده يروح قايل كلمه. انا اتعلمت في التنس ايام كابتن عادل شريف لما كان بيزيع. ده موضوع ده حببنا كلنا. نسكت كلها نسكت خالص. لا يعني مفيش حد بيتكلم. الاجيال مختلفه صح. الاجيال اختلفت. لما اختلفت الاجيال اختلفت لعبه التنس كمان ولا ايه؟ طبعا كل حاجه بتختلف. كل حاجه اختلفت. شايفه اختلاف التنس من زمان عن دلوقتي ايه؟ والله انا حاسه اكتر حاجه مختلفه موضوع الاخلاق ده. يعني الناس زمان كانت الناس اللي هو حوار المنافسة ده بيخلي عادي الدنيا ماشية كويس و يعني كله بيتعامل كويس بطريقة كويسة لكن دلوقتي لا يعني انت بتلاقي واحد منافس ليك عادي جدا ممكن ورا ظهرك يغلط فيك مثلا او يقول كلمة وحشة عليك او يبقى يتمنى مثلا ان انت ما تجيش الماتش ده عشان هو يكسب الكلام ده. ده سوشيال ميديا ولا كلام وش في وش؟ لا مش يعني لا يعني هو في كده دودة مش قادرين يقولوا انت دودة. قولي لي انا طموحك ايه في المرحلة الجاية؟ او املك ايه للتنس بصفه عامه للسيدات في مصر مش من الاهلي بس؟ هو انا للاسف طموحي ان انا ابقى ناجحه في شغلي اكتر من التنس. لا لا احنا بنقعد على تنس. اتفضلي. عشان انا بحاول اوفق بين الاثنين. التنس انا اديته كتير قوي لغايه حتى بعد ما خلصت جامعه فدلوقتي بحاول ستيل ابقى من الاوائل بس في نفس الوقت ما سيبش شغلي يعني. اكيد. لكن في الطموح للتنس بصفه عامه مش لازم الطموح يتحقق على ايديا يتحقق على ايد اجيال تانية جايه ورايا. يعني طموحي التنس ان انا مثلا افضل جوه اربعه على مصر الثلاث سنين الجايين او الخمس سنين الجايين. يا ريت. دون كلمه اخيره وطموحك الاخير قبل ما نختم. والله انا دلوقتي انا الاولى على مصر ما شاء الله عايز تخلص عليك. لا هي وراها نفسيه تمام. اتفضل. انا كان نفسي ان انا طول يعني طبعا ما كنتش عامله في حسابي قوي حوار السفر وكده. انا كنت بقالي 3 سنين الاولى كان نفسي ان انا اكمل طبعا حتى وانا هنا كان نفسي ان انا اكمل واحد بس ان شاء الله يعني اسافر ونتائجي تبقى احسن هناك يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن ريم كلمه اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي وانا عارف ان هو بيدعم فريق التنس السنه دي بشكل مختلف. ده مظبوط طبعا. انا بشكرهم جدا بشكرهم على اللائحه اللي ساعدتنا ان احنا نحافظ على اللعيبه المهمه عندنا. هي. ان ما يسيبوناش ويروحوا في حته ثانيه. بشكرهم ان احنا لما احتاجنا اللعيبه من بره النشاط الرياضي ومجلس الاداره ساعدنا ان احنا نجيبهم وكان ليهم دور كبير جدا في ان احنا نحسم الدرع العام بالنسبه للرجال وسيدات. والنادي الاهلي ده اللي عودنا عليه ومجلس اداره النادي الاهلي عودتنا ان هي في ظهر الالعاب كلها واي حاجه هيقدروا يساعدونا مش هيتاخروا علينا. بشكرهم جدا يعني. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. نورتوني وشرفتوني. في اخر حلقه بقول لهم دول ابطال التنس اللي قدروا يحصدوا حاجه مهمه في دوري رجال وسيدات
للتنس دايما مع الابطال ودايما هتواصل مع كل الالعاب الجماعيه في النادي والفرديه عشان نقول لجمهور الاهلي ان اولاد النادي الاهلي دايما بيحصدوا المراكز الاولى. في اخر الختام شكرا والى اللقاء.